بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد من ايامنا في زملكاوي. ضيوفنا ان شاء الله النهارده في الفقره الاولى مع نجم نادي الزمالك لكره اليد كابتن نادي الزمالك السابق كابتن محمود حسين، وحديث مهم جدا عن انجاز الكوماندوز النهارده وعن الطفره اللي بيعملها النهارده والحاجه الانجاز الكبير جدا اللي فريق اليد معودنا عليه. دايما هيكون لنا لقاء مطول مع كابتن محمود حسين النهارده عشان نفرح ونحتفل بلاعيبتنا وبكوماندوز فريق اليد. في الفقرة الثانية النهاردة النقاد الرياضيين الأستاذ علي بركة والأستاذ إيهاب الفولي، ولازم أبدأ كلامي بالمجهود الكبير جدا والجهد والعمل والإنجاز اللي بيتحقق من كوماندوز فريق اليد في عظمة بتحصل في المنطقة الشرقية في الدمام من لاعيبتنا فريق اليد. بعثة بصراحة كل الظروف المحيطة بيهم في كل الظروف الصعبة، لكن احنا كل رهاننا بيبقى على كوماندوس فريق اليد اللي النهاردة بيتأهل للمباراة النهائية وباقي على الحلو وباقي على اللقب خطوة واحدة. رجالة ان شاء الله بإذن الله موفقين وبإذن الله ملحمة من ملحمة الملحمة نتوج باللقب دوت ونوصل لكأس العالم للأندية في ان شاء الله في السعودية ايضا، ودي هتكون لأول مرة القطبين الكبيرين في مصر بيتمثلوا في السوبر او بيتمثلوا في كأس العالم. نادي الزمالك العظيم والغريم تقليدي النادي الاهلي هيكونوا متواجدين في هذه البطوله. الفرقه بصراحه ولا اروع النهارده، مباراه رائعه على مدار السعودي. الفريق النهارده بيفوز بنتيجه 29-24، ومن البدايه ومن اول المباراه كده النهارده كلنا تابعنا المباراه. الزمالك ضرب موعد على طول من اول الشوط الاول، نتيجه الشوط الاول، وخلص بدري عشان يضرب موعد مع الكويتي يوم الاحد المقبل ان شاء الله في النهائي. اداء ولا اروع من الكوماندوز، تمثيل مشرف، داخلين بنلعب على اللقب من اول يوم، خلصنا كل الامور بتاعتنا خطوه خطوه خطوه، رغم ان اي حد في الظروف اللي كانت في الاول كنت ممكن ان انت تخاف. لكن الرهان دايما لما تراهن على فريق يد نادي الزمالك وتراهن على ملوك الصالات بجد لازم تكسب الرهان. النهارده بتشوف كريم هنداوي اللي الحمد لله اتأيد ولعب واموره تمام وبيتوج كمان النهارده بلقب المباراه، وان شاء الله المباراه الجايه برضو امام الكويت الكويتي انا براهن على الاخطبوط ان هو هيكون رجل المباراه. عندك مؤمن، عندك النهارده مؤمن، الاسطوره احمد الاحمر، احمد حسام، كل النجوم وكل اللعيبه النهارده بصراحه ولا اروع ولا اروع. النهارده لما بتطلق لقب بتطلقه من افعاله، بتطلقه من شغله، بتطلقه من انجازاته وبطولات. فيد نادي الزمالك الكوماندوز ملوك الصالات. الالقاب لما بتطلق على اصحابها بتبقى اللقب يستحق او الناس تستحق اللقب ده، ملوك الصالات بلا منازع وبلا منافس هم كوماندوز اليد في نادي الزمالك. اللي هطير سريعا الى السعوديه عشان اطمن عليهم وارصد الفرحه مع حضراتكم مع كابتن حماده عبد الباري مدير الفريق والقائم باعمال رئيس البعثه. كابتن حماده مليون مبروك، برحب بيك في زملكاوي وببارك لك النهارده على الاداء وعلى النتيجه وعلى التاهل وعلى كريم هنداوي كمان رجل المباراه. ازي حضرتك كابتن حماده؟ مشرفنا. كريم هنداوي كابتن، يعني ارصد لنا الاجواء. حبيبي ارحب بحضرتك وقلبنا معاك وكل الدعم والمسانده ليك. والله يعني من اتفضل كابتن، من الاحتفاليه اللي هم عاملينها جمهور الزمالك في الصاله لسه واصلين الاوتيل دلوقتي حالا. نعم، بكل الوقت ده كابتن بالظبط 10 دقائق. نعم، لا هم عاملين ملحمه بصراحه كابتن والله، يعني جماهير الزمالك ورابطه جماهير الزمالك في السعوديه وفي كل المدن السعوديه بصراحه، لان هم لهم كذا رابطه لكن هم تحت شعار واحد رابطه جماهير الزمالك في السعوديه. بحييهم كلهم اسم اسم وفرد فرد عشان ما نقولش اسمه. لا لا لا، ناس عاملين عظمه وعاملين ملحمه جماهيريه هناك. نعم، ان شاء الله تكلل على خير يا كابتن. نعم، ان شاء الله خير وان شاء الله ان شاء الله نوصل. احنا كان نوصل ان شاء الله بالكاس لمصر ونادي الزمالك العظيم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ان شاء الله. هي كريم، انا برضو بحيي جمهور المصري اللي موجود في السعوديه النهارده، جايين ناس من البحرين وجايين ناس من قطر. نعم، عشان يشجعوا الفرقه باسرهم عشان النهارده كان الجمعه اجازات، يعني نعم ما عندهمش دوام. الناس كانت موجوده بصراحه حاجه محترمه جدا جدا جدا. وشجعوا تشجيع مثالي، يمكن الناس كمان فرحانه بمثاليه التشجيع اللي كانوا بيشجعوه. نعم. اتفضل يا كابتن. طيب. اتفضل حضرتك كمل معايا معلش. الله يبارك في حضرتك.
اطمن من حضرتك على كريم اهلا هنداوي يا حسين، مكمل، ازيك؟ كريم مكمل معانا، هنداوي كريم هنداوي مكمل معانا بعد هذه كريم ابو البطولة. حسين، ماشي حبيبي. سمعنا كابتن حمادة؟ كابتن حمادة، طيب نحاول نجيب كابتن حماده ثاني عشان فقدنا الاتصال بكابتن حماده عبد الباري طبعا من السعوديه، مهم جدا عشان في اسئله كثيره جدا وفي اخبار كثيره جدا لازم نتكلم فيها مع كابتن حماده ويطمن جمهورنا. النهارده زي ما بقول لحضراتكم الفريق فاز على مدر وتاهل لنهائي البطوله، النتيجه 29 24 في مباراه كانت جماهيريه طبعا من الفريقين، لان مدر النهارده كان صاحب الارض وصاحب الجمهور، وان شاء الله باذن الله حسم اللقب ده نتاهل منه الى كاس العالم للانديه السوبر جلوب. كابتن حماده رجع لنا مره تاني لسه؟ طيب ماشي اوكي ماشي، عقبال ما رجع لنا كابتن حماده مكملين مع حضراتكم. الفريق طبعا قدم اداء ولا اروع في الشوط الاول، ويمكن حسم المباراه بدري بدري لان الفريق كان نازل بمنتهى التركيز وعايز يخلص بدري عشان ما يخشش في سجال ويخش في تكافؤ في المباراه اللي انتهت ب 13-7 لصالح نادي الزمالك في شوطها الاول. ان شاء الله باذن الله باقي على اللقب خطوه واحده بس مع الكويت، الكويت يوم الاحد المقبل. وزي ما قلت لحضراتكم كريم هنداوي افضل لاعب في المباراه بعد ما يعني بادائه الرائع، وان هو نجح ان هو النهارده يزود عن مرماه بخبراته الكبيره جدا. كريم هنداوي اضافه كبيره جدا اللي هتطمن من كابتن حماده اللي رجع لي مره ثانيه، برحب بيه مره ثانيه. طمني كابتن حماده على استمراريه كريم هنداوي مع الفريق بعد هذه البطوله، مكمل معانا في البطولة الأفريقية ومكمل معانا في كأس العالم ولا لا؟ هو 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 ان شاء الله الرحمن كأس عالم ان شاء الله هيكون، بس الأول ربنا يوفقنا الأول يا رب بإذن الله البطولة دي بطولة بطولة كده ان شاء نعم الله. نعم وبرضه هو مكمل معانا ان شاء الله الرحمن يعني البطولات. ونادي مدر الحقيقة نسمح نادي قصدي اصطفى نعم اللي هو فيه نادي محترم جدا ورئيسه انسان محترم جدا، والراجل يعني قال اي حاجه عايزينها احنا تحت امرك، ناس كويسه قوي قوي يعني، نعم ناس كلها محترمين هنا. نعم قلتوا ايه النهارده؟ ايه؟ قلتوا ايه النهارده لعيبتكم بعد المباراه؟ كابتن هتلر اتكلم مع لعيبته قال لهم ايه النهارده؟ والله خلاص باقي على النهارده اللعيبه اول ما خلصت الماتش قالت لهم احنا فاضل لنا ساعه كمان. ساعه كمان يعني نعم. النهارده يعني حلو فاضل لنا ساعه كمان. نعم احنا فاضل لنا على البطوله فاضل لها ساعه نلعب في البطوله، هناخد البطوله ان شاء الرحمن، ودي حاجه كويسه بدايه موسم، حاجه كويسه لنادي الزمالك اكيد، وربنا يوفق ربنا يوفقنا جميعا ان شاء يا الله. رب ان شاء الله كل لا اللعيبه بصراحه والله صراحه كريم اللعيبه رجاله قوي قوي نعم، لان هم برضو ايه يعني في 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 قلب الاحداث، فعارفين ان البطوله دي هتبقى من خارجه من رحم المعاناه يعني، نعم. واخد بال حضرتك؟ نعم بس ده مش جديد يعني عليكم ربنا يا كابتن، مش جديد عليكم ولا على كوماندو زرياد بصراحه، انتوا في وسط الازمات ولا لسه كنت امبارح بتكلم ان انتوا دايما بتبقوا يعني شعاع النور، شعاع الامل اللي بيطلع يفرح كل الزمالكاويه. والله والله العظيم ثلاثه الناس يعني الناس هنا فرحانه بالفرقه بتشيلها يعني من على الارض شيل يعني نعم. بصراحه يعني يعني شايفينهم فعلا رجاله. نعم هم رجاله فعلا. لا ده ان شاء الله خير وربنا يوفقنا ان شاء الله. نعم انا بس عاوز عاوز يا كريم اقول حاجه صغيره، احنا المفروض ان الدوري بتاعنا هيبدا يوم 1/9 نعم ان شاء الرحمن، يعني احنا بعد ما نرجع بيوم او جمعه على طول يعني احنا بعد ما فالمشكله دلوقتي ان احنا الاتحاد المصري طبقا للائحه طبعا ومش عادينا غير 10 كرنيهات لان احنا علينا فلوس الاتحاد في القيد الاتحاد فانا برشد بس الساده المسؤولين يعني ان احنا يدونا فرصه اسبوعين لما اما نادي حرزه تستقر وتشوف الوضع بالظبط نعم. عشان يدفعوا فلوس فلوس الاتحاد ونقدر نلعب بكامل فرقتنا، لانهم هيطلعوا لنا 10 كرنات بس مش معقول هنلعب مباراه ب 10 لعيبه اكيد صعب اكيد صعب نعم. صراحه يعني انا برضو بقول بقى دي برضو من ضمن الازمات اللي موجوده، فانا بس بعد اذن حضرتك انا بس من خلال البرنامج بناشد الساده المسؤولين في الاتحاد المصري لكره اليد نعم. الدكتور محمد الامين نعم. ان هو يدي فرصه لنادي الزمالك، احنا كنا طالبين تاجيل المباراه احنا ونادي البنك الاهلي، الحقيقه نادي البنك الاهلي النهارده قد يعني نعم. يعني بصراحه كان تخلصوا في البطوله طبعا 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 بصراحه يعني، ولكن قدر الله وما شاء فعل فرقه رجاله صحيح وهم يعني اول مره يشتركوا بطولات زي كده فيوصلوا قبل النهائي ده يوصلوا قبل النهائي وان شاء الله يحصلوا على المركز الثالث على المركز الثالث ان شاء الله الرحمن ان شاء الله ربنا والناس معاك. كويس وربنا معاهم ان شاء الله، طب يعني احنا كنا نتمنى نبقى المصري
النهائي مصري مصري، لكن قدر الله ما شاء فعل. بحييك طبعا على روحك ومشاعرك تجاه نادي مصري اخر بيمثل مصر في هذه البطوله، هو النادي البنك الاهلي. بس اكيد كابتن حماده، اتفضل يا كابتن اتفضل اتفضل. اي نادي مصري يعني معانا، اي نادي اي نادي هو بيمثل مصر يعني، اولا بيمثل مصر وبعدين ثانيا بيمثل حقيقي يعني. اكيد حضرتك تواصلت مع اللجنه الثلاثيه في النادي، تواصلت مع بعض المسؤولين عشان موضوع اتحاد الاهلي او الاتحاد المحلي هنا، الاتحاد المصري لكره اليد، اكيد هيبقى في تواصل بين الاداره وبين المسؤولين، لان ده موضوع مهم جدا لازم نتداركه من دلوقتي ولازم نشتغل عليه من دلوقتي ولازم نوصل لفيه الحل من دلوقتي. ان شاء الله خير، وانا تواصلت مع اللي هو حسن. نعم. فقال ان شاء الله احنا برضه حاطين الامور دي في اعتبارنا، او احنا كنا طالبين التاجيل بس الاتحاد رفض التاجيل سواء لينا او للبنك الاهلي. خلاص مفيش مشكله، لكن يبقى يتم مراعاه الوضع ده يعني. نعم. جدوله الفلوس، جدوله المستحقات، ده جدوله الفلوس ده اكيد يدينا الكرنيهات بالظبط كده. بالظبط حضرتك كده. نعم. فربنا يوفقكم جميعا وربنا يوفق جميع الناس في مصلحه نادي الزمالك. اكيد باذن الله. في مصلحه نادي الزمالك. ان شاء الله، ودي مصلحه يعني نادي الزمالك النهارده بيمثل مصر ومصر كلها، البطوله دي هتحسب لمصر ومن ثم لنادي الزمالك في بطوله البطوله لا العربيه. لا يعني حضرتك ان شاء الرحمن ان شاء الله ان شاء الله. طب احنا انتوا الاثنين في كاس العالم، نعم صح، اول مره. قلوب احنا والنادي الاهلي اول مره طبعا. لاول مره يعني تحصل طبعا. يعني طبعا طبعا هيبقى طبعا. وهتبقى طبعا. كمان ده نجاح، ده هيبقى نجاح كبير جدا للبطوله كمان عن اي نسخه قبل كده لمشاركه والله بصراحه جماهيريه يعني كبيره هم جدا. يعني هم يعني بصراحه يعني هم بيقولوا لنا يا ريت يعني لازم تجيبوا لنا يعني لما يبقى جمهور الاهلي وجمهور نادي الزمالك موجودين في البطوله دي، هتدي للبطوله اضافه جديده لبطوله العالم بصراحه. التاهيل النفسي اللي هتشتغلوا عليه مع اللعيبه خلال ال 48 ساعه المقبلين قبل مواجهه الكويت، الكويت يا كابتن هتشتغلوا على ايه، واهم النصايح اللي هتتقال لعيبتنا في المباراه النهائيه، لان دي بيبقى لها حسابات خاصه. بص حضرتك يعني هو يعني هو الكابتن احمد هتلر والكابتن ايهاب محسن والجهاز ككل يعني سواء طبي او اداري كله مع بعض كده بيقعدوا مع اللعيبه، ده غير ان اللعيبه بتقعد كمان بتعمل جلسات منفرده لوحدها. نعم. بيتكلموا بعضهم كويس قوي معاهم الكابتن احمد واحمد طبعا، الكابتن كريم الداوي، اللعيبه المراكز مع بعضيها، ربنا يوفقهم ان شاء الله. هما بيتكلموا مع بعض كويس قوي ويفهموا بعض كويس قوي وبيشيلوا بعض يعني. نعم. مستوى احمد الاحمر وكمان يعني هو بيلعب باعصاب هاديه، يعني الاسطوره بتتجلى في الاوقات اللي زي دي، احنا مش شايفينه مقدم مباريات ومقدم مستويات ولا اروع كابتن حماده، يعني من يعني بسم الله الله اكبر نمسك يعني الخشب يعني مرحله نضج يعني غير عاديه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احمد الاحمر ده بالنسبه لنا يعني الاسطوره بتاعتنا. نعم. وفاكهه كره اليد المصريه. نعم. وبني ادم يعني يعني انسان محترم. نعم. وخلوق وفي نفس الوقت اللعيبه بتحبه. نعم. هو 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 شوف كل الناس تقول لك احمد الاحمر خلاص، احمد كل ما يقولوا خلاص كل ما احمد الاحمر يرجع يرجع ويرجع اكتر. نعم صح. ويرجع اكتر يعني هو يعني هو انت امسك الماتش انت العب. ربنا يحفظ الجميع وربنا يحفظه طبعا ويحفظ الجميع وربنا يوفقنا ونرجع بالبطوله ان شاء الله. احييكم كمان على الصفقات الجديده، احنا النهارده ما حسيناش ان اللعيبه دي جديده على نادي الزمالك، لا كان الناس دي متاقلمه وموجوده. العين تسلم العين اللي اختارت ويسلم الموظف واللي جهز اللعيبه دي بالشكل ده بصراحه. بصراحه يعني انا عاوز اقول لك حاجه، يعني كل الصفقات اللي هي كانت سن صغير بالنسبه لنا. نعم. وعندك كمان عندنا ثلاثة لعيبة صغيرين عندنا من الفرقة بتاعة 2002 برضو. نعم. موجودين منهم هشام. لعيبة كويسة قوي. وبعدين يعني احنا كنا يعني مع الإدارة السابقة قدرنا قدروا يتعاقدوا معاهم. نعم. وكابتن أحمد مرتضى كان منشط على ألعاب الصالات تعاقد مع الثلاثة لعيبة دول وربنا وفقنا وهم ثلاثة لعيبة كويسين. ربنا ينصرنا ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله ربنا معاكم وترجعوا منصورين باذن الله، والكاس ومنتظرينكم ويكون في استقبالكم ان شاء الله بالكاس الغاليه لكل جماهير نادي الزمالك. كل التوفيق ليك كابتن حماده. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا وتحياتنا لجمهورنا اللي هو يعتبر كمان الحلقه الاهم
والسند الحقيقي لأي فريق في نادي الزمالك، خصوصا لما بيكون خارج الوطن. يعني تلاقي جماهير الزمالك من كل مكان بتتجمع ورا فرقتها، لأن إن شاء الله بإذن الله يستحق هذا الجمهور العظيم الوافي اللي كان متواجد وكان بيزلزل الصالة النهاردة. والمعلق على المباراة كان مع كل صيحات الجماهير كان بيتفاعل معهم، كانت حاجة إن شاء الله يعني تستمر في المباراة النهائية. نحتفل والعودة إن شاء الله إلى الوطن العزيز بالكأس والتأهل لمونديال كرة اليد إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق للكوماندوز ولاعبتنا، كل الشكر والتحية للتقدير مرة واثنين وعشرة ومليون لجماهير نادي الزمالك في المملكة العربية السعودية ورابطة مشجعي نادي الزمالك اللي بنكن ليها كل احترام وتقدير. كل القائمين على الرابطة، المجهود الجبار اللي بيبذلوه مع أي فرقة رياضية بتكون موجودة هناك، وإن شاء الله بإذن الله الحاجات دي في القريب العاجل وفي القادم لازم يتم تسليط الضوء على الأدوار اللي الجماهير العظيمة دي بتقوم بيها. لأن بصراحة يمكن إحنا جوه الحدث وجوه متواصلين وعلى اتصال بالناس دي، لأن الناس دي بتقتطع من دخلها وبتقتطع من شغلها ومن وقتها ومن صحتهم بالأيام، ممكن عشان يقعدوا يومين وثلاثة وأربعة يجهزوا للمباريات ويجهزوا لاستقبال الفرق الرياضية. فكل الشكر والتحية والتقدير لرابطة مشجعي نادي الزمالك في السعودية، كل فرد فيها وكل أسرة وكل طفل وكل رجل وكل شاب زملكاوي في المملكة العربية السعودية واقف ورا فرقة الرياضية مش في اليد بس. احنا شفنا ده قبل كده وشفنا كمان شغل كتير جدا في مع كل الفرق الرياضية. هروح لموضوع تاني مهم جدا وعايز ألقي الضوء عليه، وقلنا كل ما هيكون في حاجة إيجابية طول ما هتلاقي كلنا في الظهر، كلنا بندفع للأمام، كلنا وراهم وكلنا ورا الكيان اللي بيبدأ دلوقتي الاستعدادات للموسم الجديد في قطاع الناشئين. الفرق كل فرق قطاع الناشئين والشباب شغل من نار، الملف ده والأمل كله شغالين بمنتهى الدقة. كابتن إسماعيل يوسف رئيس القطاعات، كابتن أحمد حسام ميدو اتكلم على كل أعضاء اللجنة الفنية وكل المدربين الموجودين، سواء جمال حمزة، سواء كابتن حازم إمام وكابتن جمال، كابتن جمال حمزة، كابتن حازم إمام، كل الناس بصراحة داخل القطاع شغل من نار، الناس شغالة عشان هو ده البناء الصح وهي دي بداية التصحيح. البداية هتبدأ من هنا. الشغل اللي بيعمله واحد زي أحمد حسام ميدو بالتنسيق مع كل القطاعات ومع كابتن إسماعيل يوسف رئيس القطاعات داخل القطاع، شغل يبروز، شغل يستحق ان احنا لازم نلقي الضوء عليه، ولازم نقول ان في زملكاويه بيحبوا النادي ده ومتطوعين لخدمه النادي ده وبيشتغلوا في النادي ده ومتواجدين طول اليوم، ما لهمش اي علاقه غير الشغل، ما لهمش اي امور تانية بتشغلهم عن ان هم عندهم مهمه معينه وحاطين لنفسهم تارجت وحاطين هدف معين على قطاع الناشئين عشان نوصل بيه للليفل اللي كابتن ميدو وكابتن اسماعيل واي اداره هتكون موجوده في نادي الزمالك تحلم ان هي يكون عندها قطاع الناشئين ده اللي يغذي كل الفرق الرياضيه اللي هنبتدي احنا لا اقل من المقاولين العرب، ولا انت اقل من فرق جديده، ولا انت اقل من اي فرق دلوقتي بتطلع لاعبتها لبره، لاعب واثنين وثلاثه واربعه. انا متابع نادي المقاولين العرب بحكم عملي، يمكن ثلاث اربع لاعبين في الدوريات الاوروبيه صغار السن من دلوقتي، ده هيتم في نادي الزمالك، ده تم قبل كده ويتم تاني، ونكرر تاني تجربه ميدو، ونكرر تجربه مصطفى محمد، ونجرب تجربه عمرو زكي، نجرب عندنا حاجات كتيره جدا وعندنا شغل كتير جدا. كابتن احمد حسام ميدو مع كابتن اسماعيل النهارده كل الفرق وكل قطاعات الناشئين حصلوا على اللبس الجديد بتاعهم، حصلوا على كل الادوات الخاصه ببدء فتره الاعداد. كمان خطوه مهمه جدا 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 انهاها ميدو واتفق فيها مع كابتن اسماعيل على سفر كل الفرق المعسكر في الاسماعيليه، معسكر اعداد الموسم الجديد لفرق الناشئين، دي حاجه جديده وشغل بروفيشنال، شغل احترافي بنشتغل عليه عشان نتكلم على ان انت بتجهز فرقك الرياضيه، بتجهز قطاع ناشئين. كمان في فرقتين هيسافروا يوم الاثنين ومباريات وديه مع قطاع الناشئين، وواحد من اكبر قطاعات الناشئين الاحترافيه، قطاعات الناشئين في نادي الاسماعيلي، من يوم الثلاثاء هيكون في مباريات وديه واختبارات وفي شغل على ارض الواقع عشان نخدم على هذا الكلام. خلونا نروح لكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك
يعني الجميل على قلبي والصديق العزيز كابتن حازم امام نائب رئيس القطاع او المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك. كابتن حازم برحب بيك، مشرفنا ومنورنا في قناه الزمالك. استاذ كريم حبيبي، ازاي حبيبي حضرتك؟ يا زوم اخبارك ايه؟ حبيبي الحمد لله وحشني يا والله، حبيبي. متشكرين على المقدمه الجميله. حبيبي انت تستحق اكتر من ده، انت من الناس المخلصه للتيشيرت الابيض ابو خطين حمر. انت حازم ربنا يخليك يا رب. واحد يعني بتتنفس ويعني والزمالك بيجري في دمك، تتنفس زمالك والزمالك بيجري في دمك، فتستحق ده. طبعا اتربينا فيه طبعا، واحد من هو عنده 5 أو 6 سنين وهو متربي نعم جوه نادي الزمالك، فهو ده اللي لازم يبقى ليه علينا فضل كبير، هو ليه فضل نعم كبير قوي علينا، فلازم نرد له الجنود في اي اوقات نادي الزمالك ظروف مش كويسه او كويسه، لازم نبقى واقفين كلنا جنب نادي اكيد الزمالك. اكيد والله، وهو ده المثال وهي دي القدوه وهو ده المثل اللي لازم الكل يحتذي بيه عشان خدمه الكيان ده وعشان خدمه نادي الزمالك في اي موقع وفي اي مسؤوليه وفي اي مكان. كابتن حازم التطورات الكبيره جدا وشايفين طفره في قطاعات الناشئين طبعا بشغلكم ومجهودكم بالتعاون مع كابتن اسماعيل مع ميدو مع كابتن جمال مع كل الناس كل المديرين الفنيين كل الاداريين اللي شغالين في القطاع، لا شايفين طفره وشايفين شغل على ارض الواقع كويس جدا لخدمه نادي الزمالك. طبعا يمكن السنه دي او يمكن الفتره الاخيره دي في كابتن اسماعيل يوسف وكابتن ميدو وكابتن مرحب طبعا اضافه كبيره جدا لقطاع الناشئين، يمكن حصل حاجات ما كانتش بتحصل يعني الفترات اللي فاتت، بس انا مش عايز اتكلم على حاجات سابقه يعني بتكلم على دلوقتي، ان في طبعا الحاجات الطبيعيه اللي كانت المفروض تحصل لقطاع الناشئين ما كانتش متوفره، يعني بجهود ذاتيه كابتن احمد حسن ميدو وكابتن اسماعيل يوسف قدروا يوفروها، زي الموضوع اللبس زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي وزي المعسكرات. يعني احنا كان معظم الفرق بتاعت اللي في مصر كلها يمكن طلعوا معسكرات من بدري، احنا كان عندنا شويه مشاكل كده، بس كابتن احمد قدر ان هو يوفر لنا معسكر اسماعيليه في فرقتين 2005 و2003 خلاص مسافرين يوم الاثنين ان شاء الله، ان شاء الله وبعديهم مسافرين فرقه 2007 و2008 و2009 كويس. فالحاجات دي كانت ممكن كانت بتاخد مننا شويه من اللعيبه في بدايه الدوري، ان فترة الإعداد مش قوية ومفيش معسكرات وكده، كانت بتأثر علينا جامد. نعم. يمكن السنة دي إن شاء الله هتكون الأمور متوازنة، يعني إن إحنا الحمد لله كابتن أحمد كابتن ميدو كابتن جمال موفرين حاجات كتير جدا، بالإضافة لكابتن جمال حمزة. وكان طبعا كان عندنا طموح إن الراجل السويسري كان يبقى موجود. نعم. كان القطاع كله كان هيستفاد منه، بس أكيد. يعني الحمد لله يعني إن شاء الله قدر الله ما شاء فعل. ممكن يبقى متواجد السنة الجاية إن شاء الله. قول لي بقى خطة التطوير على المستوى الفني، انتوا بتشتغلوا على اكتر من منحنى وبتشتغلوا على اكتر من فكرة، عايزين برضو نضع جمهورنا معانا في تفكير اللجنة الفنية، تفكير قطاعات الناشئين داخل النادي بتفكر ازاي في مراحل التطوير. دلوقتي احنا مستفيدين يعني مستفيدين بصورة كبيرة جدا، كابتن احمد حسن ميدو بيعمل دايما محاضرات فنية بصورة مستمرة في النادي لكل المدربين، يعني شغل على اعلى مستوى ما كانش بيحصل قبل كده، يمكن انا كنت موجود من شهر واحد اللي فات، انا ما كنتش بشوف المدربين غير في التمارين او في الماتشات. نعم. انما دلوقتي لا، يوميا متواجدين في النادي الصبح، كابتن احمد حسام ميدو دايما بيعمل محاضره فنيه، اللي هو كان بيتمنى ان هو كان يجيب الراجل السويسري كان هو اللي يقوم بالدور ده. نعم. طبعا لما حصل ظروف والراجل ما جاش، فكابتن احمد حسام ميدو حب يقوم بالدور دوت، طبعا يعني التأخير ان هو قايم باكتر من عمل في النادي ومستلم الناس في النادي بصراحه، فعايز ينقل الخبرات اللي هو خدها بره كلها للقطاع. واحنا السنه دي يمكن موجود اكتر من مدرب كويس، يعني اسماء كبيره جدا ولسه اخرهم جاي كابتن محمد عبد الله 2005 2005 نعم مبارك له طبعا، يعني فرقه مميزه جدا وانا متوسم فيها خير ان شاء الله. نعم. بنشوف منهم 5 6 لعيبه كبار جوه نادي الزمالك، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في القطاع تحت، كان محتاجين بس تدعيم شويه، وانت كنت هتشوف زي ما انت بتتمنى ان انت تشوف مصطفى محمد تاني وكابتن احمد حسام ميدو تاني بالظبط، هتشوف اكتر من لعيب ان شاء الله في الدرجه الاولى، ويمكن تشوف لعيبه بره مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي التشكيلات او التشكيل بقى الاجهزه والكلام ده، ممكن يعني مبدئيا كده انتم مستقرين على امتى يتم الاعلان عن التشكيلات الجديده يا كابتن حازم؟ هم متواجدين بقالنا يجي اسبوعين او 3 اسابيع متواجدين بفتره اعداد في النادي، كنا طبعا عايزين نعمل معسكر بره بس الامكانيات ما كانتش متوفره خالص. بس احنا كنا دايما من الساعه 6 الصبح كنا موجودين في النادي بفتره اعداد شغاله، لغايه لما كابتن احمد حسام ميدو وفر لنا الحمد لله المعسكر. موجود في 2003 كابتن محمد حسن وابراهيم صلاح طبعا اضافه قويه جدا لنادي الزمالك. اكيد اكيد. واحمد زكريا. موجود في 2005 لسه جاي كابتن محمد عبد الله. محمد عبد الله مبارك اضافه قويه جدا، وهو مع فرقه مميزه جدا ان شاء الله يفسر بيها الدنيا السنه دي ان شاء الله. بالظبط. ال 2006 طبعا هي اتلغت في مصر كلها، فاحنا مضمنهم على 2005، يعني 2005 و 2006 هي فريق واحد. نعم.
بيكونوا كابتن محمد عبد الله. ال 2007 عندنا مدرب مميز جدا، يمكن مش واخد حقه، وانا نفسي يعني قناه النادي الاهلي تسلط عليه الضوء، يعني هو مجتهد جدا. أكيد. احمد رزق من نعم. اولاد النادي، وفريتش كابالا هو نعم. مدرب مجتهد جدا. ال 2008 برضه لعيب كبير كان بيلعب محمد نادي ابراهيم، الزمالك برضه كان نعم اسمه محمد طبعا ابراهيم. اكيد عام احلى من احسن الفرق اللي فعلا بصراحه. محمد ابراهيم عامل فرقه اللي في منهم فرقه كمان في الفرق الاول، واحد في منهم في الفريق الاول، في منهم لعيبه في طبعا الفريق طبعا الاول في 2008. والله ال 2008 يمكن نعم انا طبعا مش عايز يعني انسى لعيب منهم، بس في يعني لعيب يعني ربنا يهرسه، واسمه يا رب محمد دوت، انت هتشوفه الفتره الجايه ان شاء الله، يعني مارادونا. لعيب هيكسر الدنيا نعم كلها ان نعم شاء الله، ربنا يحميه. يا رب. وال 2009 اسلام المعمور، فرقه لسه طالعه من البراعم، اول سنه جمهوريه ان شاء الله متواصلين فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق لكم وكل ان الدعم شاء لكم. الله قول لي يا كابتن حازم، التنسيق بينكم وبين مستر اسوريو طبعا والجهاز الفني الموجود كابتن عبد الواحد كابتن مدحت، وعلاقتك انت بقى كمان على المستوى الشخصي بالفريق الاول مستر اسوريو، يعني التنسيق اللي بين القطاع وبين مستر اسوريو، بين وجود ميدو وجود كابتن اسماعيل وجود حضرتك وجود هو هي كابتن سهل ميلاد. علينا، لان كابتن عبد الواحد كان معانا تحت وبقى فوق، بالظبط فهو حلقه وصل مهمه جدا مع نعم كابتن ميدو ومع كابتن اسماعيل. اسوريو بيحب يتفرج على الناشئين جدا، واديك شايف في اكثر من لعيب في الدرجه الاولى بيعتمد عليهم بصوره كبيره. الحاجه الكويسه جدا ان احنا كنا بنسعى ان 2003 و2005 يلعبوا جوه نادي الزمالك، يعني دايما هم كانوا بيلعبوا بره نادي الزمالك عشان لازم يلعبوا على نقيله طبيعيه، واحنا ده كان ما كانتش متوفره او ما كانش حد سامح لنا ان احنا نلعب جوه ملعب واحد بس عندنا في نادي الزمالك اللي هو النقيله الطبيعيه. نعم. فما كانوش عايزين ضغط عليه. طبعا كابتن احمد حسام ميدو ضغط، هو كابتن جمال حمدي وكابتن اسماعيل، ان احنا لازم الفرق دي تبقى بتلعب جوه نادي الزمالك، لان دي بتفرق كتير جدا مع اللعيب نفسه. صح. يعني اللعيب دايما يا استاذ كريم لما بيلعب بره نادي الزمالك على ملاعب دايما كل ماتشاته بره هيبقى نعم زي اي فرقه ثانيه. اكيد. عكس ما بتلعب جوه نادي الزمالك، شفت نادي الزمالك انت بتحس ان انت بتلعب في بيتك، وحاجه ثانيه لما تشوف الناس بتوع الدرجه الاولى قاعدين بيتفرجوا عليك دي بتطلع عندك كل صح حاجه. صح. فدي كان حاجه احنا كنا مفتقدينها، وان شاء الله هتتم السنه دي، ان ال 2003 وال 2005 ان شاء الله هيلعبوا على كاس الزموره باذن الله. وباذن الله وربنا معاكم، يعني ما ينفعش تكون معايا بقى وكل جماهير الزمالك بالملايين قاعده بتسمع حضرتك، ومحتاجه رساله من كابتن فريق الكره الاول بنادي الزمالك كابتن حازم امام، باعتبارك كنت كابتن من كباتن الفرقه لحد الموسم الماضي فقط، انت رسالتك اللي توجهها لعيبه نادي الزمالك لمحو اثار السلبيه بتاعه الموسم الماضي اللي قلنا عليه موسم النسيان، رسالتك في البدايه لزمايلك ولاعيبتك وللجهاز الفني لمصالحه الجماهير الفتره الجايه. والله اقول لزمايلي انا احنا عدينا بحاجات اصعب من دي بكتير السنين اللي فاتت، وقدرنا ان احنا نعديها، وبالعكس احنا رجعنا اقوى من الاول. نعم. فانا شايف ان الفرصه لسه في ايديهم. نبدا سنه جديده بس لازم نبقى من اولها، انت بتبين للجمهور عشان الجمهور يرجع يساندك تاني، تبين للجمهور ان انت السنه دي مش هتعدي زي السنه اللي فاتت، لازم اخد بطوله واثنين فيها. نعم. فانا شايف ان التكاتف والقرب من بعض هو اللي هيعمل ده السنه الجايه، يعني لازم يعملوا كده، ما يبعدوش عن بعض، ما يبقاش العلاقه ما بينهم ان هو تمرين او ماتش وخلاص كده، لا لازم العلاقه تقرب من بعض جدا، لان الحاجات دي بتفرق كتير في الملعب، قربك من بعض، يمكن احنا كنا بنقعد مع بعض اكتر من نقعد في البيت. صح. دي حاجات دي بتفرق كتير جدا مع اللعيبه، انت خلاص انت تبقى خايف على زميلك انه يغلط، ولو غلط انت تروح تغطيه، الحاجات ديت بتبقى من القرب بره الملعب اكتر من جوه الملعب، لازم نعم يقعدوا مع بعض كتير، لازم يبقى في محاضرات ما بينهم ومن بعض، لو حد عنده مشكله هم من نفسهم لازم يحلوها. إيه الحاجات الصغيره دي ممكن الناس تشوفها صغيره، دي بتفرق في الملعب بصوره كبيره جدا. نعم. رساله الجمهور نادي الزمالك، يعني انا طبعا انا بعذرهم طبعا ان هم متضايقين جدا من الموسم اللي فات. اكيد. بس هم تحملوا الكثير. تحملوا طبعا الكثير احنا متعودين عليهم ان دايما هم بيقفوا في ظهرنا وقت نعم الازمات اكتر من وقت الفرح يعني. فان شاء الله باذن الله يرجعوا يقفوا في ظهر اللعيبه دي، وان شاء الله هشوف لهم حاجه كويسه السنه دي. ان شاء الله. قول لي رايك في القرار، على قرار سواء المجلس السابق او الاداره الحاليه، في الابقاء على لاعب بقيمه احمد مصطفى زيزو واستمراره مع فريق نادي الزمالك الفتره القادمه. طبعا يعني انا شايف ان نادي الزمالك ما يبقاش مفرغه من اللاعبين، يعني اي لعيب يعني يبقى في عز مستواه ان انا يجي له اي عرض ان انا ماشي، لا انا نادي الزمالك، يعني انا مع قرار ان زيزو يبقى موجود. نعم. شيكابالا يبقى موجود، لازم الاسامي الكبيره دي ما ينفعش فريق يفضل منهم. ما هو انت عايز تنافس السنه دي وعايز تنافس السنه الجايه، ما ينفعش ان انت تجيب مثلا تعمل 15 صفقه اول موسم ليهم وتنتظر منهم اي حاجه، لا لازم يبقى في قوام اساسي للفرقه، القوام الاساسي ده ما ينفعش افرط فيه عشان تقدر تنافس. نعم. فرطت فيها هنقابل يعني زي السنه اللي فاتت بالظبط. نعم. الصعوبات اللي قابلتنا دي كلها لان في لعيبه كتير من القوام الاساسي مشيت،
فده عمل خلل شويه عقبال ما اللعيبه قدرت تلم نفسها والنادي يلم طيب نفسه، الموسم انتهى فخلاص معظم البطولات كانت راحت. نعم. فانا كانت هتبقى يعني انا من وجهه نظري انا كنت شايفها غلطه كبيره جدا لو زيزو كان مشي بره النادي. احمد فتوح، ولو عايز تهمس في اذن فتوح قبل جلسته مع المسؤولين او الناس اللي ماسكه ملف الكوره او اللجنه الثلاثيه عشان الابقاء عليه داخل نادي الزمالك، تقولي لفتوح وتذكره بايه عشان يكمل مع نادي الزمالك؟ فتوح لاعب زملكاوي من ابناء النادي وانا شايف ان هو احسن باك ليفت في افريقيا كلها مش في مصر. نعم. نادي الزمالك طبعا هو اللي عملنا كلنا، وعمل فتوح وعمل زيد وعمل شيكابالا وعمل الناس دي كلها، فلازم فتوح لو في شويه تاثير من بعض الاشخاص لازم انت تشيل جميل نادي الزمالك فوق دماغك، اللي هم محمود علاء واوباما بالخصوص، يعني يحلوا حاجات كتير جدا. نعم. خارج الملعب ممكن يكون الناس مش شايفاها، فهي عودتهم مفيده جدا للفرقه. اكيد. واحد زي عمر جابر بقى، انا عارف طبعا مدى الصداقه ومدى العلاقه اللي بينك وبين لعيب زي عمر جابر، يمكن اتعرض لحمله كبيره جدا وانتقادات كبيره جدا، لكن شفناه في البطوله العربيه، شفنا يعني امكانيات لعيب قائد، امكانيات لعيب يمتلك كل الحلول، تألق غير عادي من عمر جابر، ودي سمات كابتن حازم اللعيبه الكبيره في نادي الزمالك. طبعا انا كنت قابلت عمر، انا كنت مستغرب بصراحه الانتقادات اللي هو بيتعرض لها، لان عمر يعني انا ما شفتش ان هو بيقدم المستوى اللي ياخد فيها الفترات دي كلها. نعم. انا كنت قابلته في النادي الصبح من فتره وقلت له عمر انت انا مش عايزك تركز خالص في الحاجات ديت، انا عارف ان انت هيجي يعني قريب جدا هتلاقي الناس اللي كانت بتعمل كده هتلاقيهم كلهم بيسقفوا لك، والحمد لله الفتره ما طولتش وشفناه مستواه عامل ازاي في البطوله العربيه. نعم. انا اتمنى ان شاء الله السنه الجايه السنه دي ان هو يكسر الدنيا ويفضل على ثابت على المستوى ده، لان عمر يستحق ان هو يبقى لعيب اساسي في نادي الزمالك وفي المنتخب. كابتن حازم، شفت ازاي تراجع عبد الشافي عن الاعتزال واستمراره مع نادي الزمالك، خصوصا مع تزايد فرص، ممكن احنا ما نفكش القيد، ممكن ما نجيبش صفقات، فعبد الشافي لبى النداء على طول ولبى الدعوه ان هو ما يعتزلش ويكون موجود مع نادي الزمالك. هو ده يعني المنتظر من عبد الشافي دايما، يعني نعم. دايما عبد الشافي بيقف جنب نادي الزمالك في الازمات، لعيب محترم جدا ولعيب مؤثر جدا في النادي. وجود عبد الشافي بحد ذاته حتى لو مش هيشارك برضه من اللعيبه اللي تقدر تلم الدنيا ويقدروا يكلموا مع اللعيبه ولو في اي مشاكل، فهو وجود عبد الشافي مهم داخل الملعب وخارج الملعب. أكيد. عبد الشافي ما انا ببقى انا في الملعب عموما بحس انه كبر، يعني نعم. عبد الشافي لسه صغير كرويا، يعني هو طبعا سن كبر بس حالته البدنيه والفنيه دايما الناس بتشيد بيه حتى في الماتشات، يعني اخر ماتشات لعبها نعم. السنه اللي فاتت الناس كلها اشادت بيه. نعم. فانا كان قرار صادم من الاول خالص ان هو اعتزل، كان بالنسبه لي انا ان هو اعلن قرار اعتزاله، وبعد كده تراجع فيه لان انا شايف ان عبد الشافي يقدر يلعب موسم واثنين كمان، يعني نعم. فوجوده مهم جدا ومن كابتن الفريق ومن الناس اللي تلاقي اللعيبه كلها بتروح تحكي لها على اي حاجه، على مشاكلها، على فرحها، اي حاجه تلاقي الناس دايما بتروح تحكي لعبد الشافي، لانه دايما بيقف جنب اللعيبه زمايله سواء اصغر سنه او سنه، ما بي يعني دايما عبد الشافي في الاوقات اللي انت مطالب ان انت تلاقي فيها عبد الشافي دايما بتلاقيه. نعم. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه السنه دي ان شاء الله ويكسر الدنيا، حتى لو مش هيلعب اساسي بوجود فتوح، لكن وجوده نفس وجود عبد الشافي في النادي الزمالك مهم جدا. نعم. تتفق معايا ان شيكابالا هيبقى عليه جهد مضاعف الموسم الجاي مع لعيبته، كدوره كقائد، كدوره ككبير اللاعبين اللي يلم اللعيبه كلها، اللي يقدر كمان يلهب حماسهم، اللي يقدر يشحن معنوياتهم قبل كل مباراه، لان ده الدور الاساسي والدور المهم اللي هيقوم بيه شيكابالا، بس اعتقد ان هو هيكون الموسم الجاي دور مضاعف من شيكابالا. طبعا شيكابالا حلقه وصل كبيره جدا داخل الملعب برضه وخارج الملعب، شيكابالا عليه دور كبير جدا، ده حق جماهير عليك ان هم يسمعوك وياخدوا رايك. لو انت مكان محمد صلاح هتكمل في ليفربول ولا هتروح اتحاد جده؟ هو عشان ما حدش ياخدها يقول ان اي كلام ولا لا، بس انا لو مكان محمد صلاح انا اتمنى ان افضل مكمل في ليفربول بصراحه. نعم. كابتن حازم امام بشكرك شكرا جزيلا ودوام التوفيق ليك ولكل قطاع الناشئين، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن احمد حسام ميدو، كابتن جمال حمزه وكل اللعيبه، كابتن احمد رزق، كابتن محمد ابراهيم، كابتن ابراهيم صلاح، كابتن محمد عبد الله اللي ببارك له على انضمامه وتعيينه كمدير فني لفريق ال 2005، اضافه كبيره جدا. محمد عبد الله معجون زمالك وبيتنفس زمالك، وان شاء الله باذن الله كل الخير وكل التوفيق لقطاع الناشئين وكل الفرق الرياضيه داخل نادي الزمالك. كان في جلسه كمان النهارده سريعا كده قبل ما نروح لمجموعه الاخبار، كان في جلسه سريعه بين كابتن عبد الواحد السيد ومستر اسوريو المتواجد في القاهره، وتم الاتفاق على الحصول مستر اسوريو على راتب الثالث الشهر الثالث المتبقي له باذن الله يوم الاحد المقبل، عشان
تكون كل اموره الاداريه انتهت ويركز فقط فتره اعداده، يركز مع لعيبته، يركز في الشغل الفني. هيتبعد نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله باذن الله، ابتداء من الاحد يعني لحد نهايه الاسبوع المقبل يكون تم صرف الشهر المتبقي لمستر اسوريو، عشان زي ما قلت لحضرتك هو عنده مهمه فنيه، عنده تركيز في الملعب، عنده تركيز في فريق فتره اعداد اسبوعين، عنده تركيز في بطوله الكونفدراليه، عنده تركيز في بدايه الدوري، عنده مباراه ذهاب ثم دوري ثم مباراه اياب، عنده معمعه فنيه، فلازم الناس دي يتقفل عليها فنيا ويتقفل عليهم مبنى الكوره، ما لهمش اي علاقه باي حاجه بتحصل سواء على المستوى الاجتماعي الاداري داخل النادي، الانتخابات كمان اللي ما جبنا سيرتها اقاويل كتيره الفتره الاخيره عن امكانيه تاجيل الانتخابات. انا باكد لحضرتك تاني وتالت وعاشر، الانتخابات ووزاره الشباب والرياضه والجهه الاداريه مصممه على اقامه الانتخابات في موعدها عشان نوفر الاستقرار الاداري اللي كلنا بننشد او بننشده لداخل نادي الزمالك، عشان نبتدي نقفل الصفحه دي بقى ونشوف حال الفرق الرياضيه ونبتدي نركز مع فريق الكره ونبتدي نركز مع المباريات، لان اي تاجيل اكيد اللي هيتضر الوحيد من هذا الامر هو نادي الزمالك. اتجاه كبير جدا الفتره الجايه لتأسيس وإنشاء شركة الكرة، ومعلوماتي الشخصية إن هيكون في شخصية وجه جديد جدا جدا وكبير جدا ومهم جدا لترأس شركة الكرة بنادي الزمالك. أكد معلوماتي وإن شاء الله في أول ظهور مع حضراتكم هقول لكم اسم قد يكون مفاجأة للجميع، قد يكون مفاجأة للجميع، فإن شاء الله كل الخير لنادي الزمالك. بس مش هنطلع نقول لحضراتكم حاجة غير لما نكون واثقين منها بنسبة 100%. هروح لمجموعة سريعة من أخبارنا عن نادي الزمالك وعن فريق الكرة في نادي الزمالك قبل ما أطلع للفاصل واستقبل كابتن محمود حسين. قياسات بدنية لفريق الزمالك قبل بدء قبل انطلاق فترة الإعداد، بعض اللعيبة أو معظم الفريق هيخضع لمجموعة من القياسات الطبية والفنية والطبية والبدنية في نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة طبعا المحترم دكتور محمد أسامة وجهازه المعاون. القياسات بتتعمل كل سنة عشان طبعا الاطمئنان على اللعيبة وتجهيز الحمل البدني ووجود أي حاجة نبتدي نشتغل عليها بدري، تقدر تحدد كل لو في لا قدر الله في أي مشاكل في أي عند أي لاعب تبتدي إن أنت تشتغل عليها بشكل سليم. اختبارات طبية للثلاثي أوباما وعلاء وشلبي قبل انطلاق الموسم الجديد. ثلاثي يوسف أوباما ومحمود علاء ومصطفى شلبي هيخضعوا لمجموعة من الاختبارات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبي. الجهاز الطبي عنده شغل كتير جدا الفترة دي لأن هي دي اللي بتوقفك على رجلك طول السنة، من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد تعافيهم من الإصابات. الحديث عن أوباما ومحمود علاء ومصطفى شلبي. كنت قلت لحضراتكم طبعا واتكلمنا بشكل مستفيض عن كابتن اسماعيل يوسف طبعا ومعسكرات مغلقه الفرق القطاعات الناشئين استعدادا للموسم الجديد ده على مستوى قطاعات الناشئين اللي اتكلمنا فيها مع كابتن حازم امام نائب مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك. فان شاء الله كل الدعم ليك تجانا وكل الدعم لكابتن حسام ميدو وكل الدعم لكل فرقنا الرياضيه وكل لاعبتنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكتب الخير لنادي الزمالك، ربنا يكتب الاستقرار الفني والاداري لنادي الزمالك عشان يرجع تاني نادي الزمالك على منصات التتويج. فاصل وبعد الفاصل كابتن محمود حسين وحديث مطول عن كوماندوز فريق اليد وانجازهم النهارده وتاهلهم للمباراه النهائيه في البطوله العربيه. يا ولد يا اشرف يا قاسم، يا ولد يا اشرف يا قاسم يا لعيب اشرف قاسم الجول الاول لنادي الزمالك. لقب ببرنس الكرة المصرية ليس لوسامة وجهه فحسب بل لأدائه السلس والممتع داخل المستطيل الأخضر والقدرة على استخلاص الكرة من بين أقدام المنافسين بهدوء وثقة. نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أشرف قاسم. وتوصل إلى أشرف، أشرف قاسم، أشرف يجرب يشوط، أشرف جول وجول وجول أشرف قاسم. أشرف قاسم من مواليد 25 من يوليو من عام 1966، وكان على موعد مع المشاركة الأولى بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك في مباراة الترسانة في يونيو من عام 1984، حيث أشركه المدير الفني محمود برجيلة معولا على ابن 18 عاما وقتها ثقة كبيرة. يا ولد يا أشرف يا قاسم يا لعيب. واستمر البرنس يصول ويجول في قيادة خط دفاع الزمالك حتى اعتزاله موسم 1996-1997،
مقدما سنوات من العطاء والوفاء داخل مدرسة الفن والهندسة في الوقت الذي خاض خلاله تجربة احتراف مميزة في صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994، حقق خلالها جائزة أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي. وساهم أشرف قاسم في تتويج الزمالك بأحد عشر لقبا متنوعا ما بين محليا وقاريا، وتمكن من هز شباك منافس القلعة البيضاء في 28 مناسبة لتميزه في تسديد ركلات الجزاء، بالإضافة إلى قدراته الفائقة في الألعاب الهوائية. وعلى المستوى الدولي فحدث ولا حرج عن برنس الكرة المصرية بقميص منتخب أحفاد الفراعنة، حيث كان واحدا من أفراد كتيبة الجنرال محمود الجهري في مونديال 90، كما شارك في 4 نسخ لكأس أمم إفريقيا، وكان صاحب ركلة الترجيح الأخيرة التي منحت الزعامة القارية للمنتخب المصري في نسخة عام 1986 خلال المباراة النهائية أمام الكاميرون. ومع تحويل قبلته لمجال التدريب بعد اعتزاله، تولى قاسم أكثر من مهمة فنية مميزة مع الأولمبي والشمس وطنطا والمنصورة وتلفونات بني سويف والداخلية وغزل المحلة. أشرف قاسم برنس الكرة المصرية، صاحب الأداء الأنيق والأخلاق الرفيعة، صاحب الباع الطويل والتاريخ المبهر مع نادي الزمالك ومنتخب مصر. تأهل فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية إثر الفوز على مضر السعودي بنتيجة 29-24 في لقاء نصف النهائي مساء اليوم الجمعة. وضرب الزمالك موعدا مع الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية، والذي تغلب في نصف النهائي الآخر بنتيجة 29-27. وكان الزمالك قد استهل مشواره بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد بالفوز على وفاق عين توتا الجزائري والهدى السعودي والشعلة اليمني، وتلقى خسارة وحيدة بفارق هدف واحد أمام العرب الكويتي والتأهل في صدارة المجموعة إلى ربع النهائي، ثم التفوق على الحشد العراقي بنتيجة 36-27 والتأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بمضر السعودي بفارق 5 أهداف الليلة. كوماندوز اليد ملوك الصالات يعزفون أجمل الألحان في البطولة العربية. استوديو واحد من عظماء ومن اساطير ومن رموز كره اليد في نادي الزمالك، واحد من اللي صنعوا شعبيه وجماهيريه كبيره جدا لكوماندوز اليد وملوك الصالات داخل نادي الزمالك، واحد من افراد الجيل الذهبي في كره اليد على مستوى نادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن محمود حسين، برحب بحضرتك ومشرفني النهارده. اهلا بيك وسعيد بوجودي معاكم. يعني النهارده فرحه كبيره، تاهل مستحق، يعني مشاركه فريق اليد كوماندوز اليد في البطوله العربيه من رحم المعاناه بيولد الانجاز وبيولد الحلم. قدروا ان هم يتخطوا كل الصعاب في الادوار الاولى وصولا الى المباراه النهائيه النهارده بعد الفوز على مضر بفارق 5 أهداف، وبيضربوا موعد مع الكويت الكويتي في المباراه النهائيه. طبعا ألف مبروك طبعا لنادينا التأهل للمباراة النهائية،
والحمد لله المباراة كانت حلوة من الأول للآخر. الزمالك مسيطر على المباراة بشكل كويس مع أنه بيلعب على ملعب مدر، بس الزمالك طبعا فرقة تقيلة ومحترمة، وعملنا جيم جميل ببارك لهم، وإن شاء الله عقبال ما نبارك على مباراة الكويت الكويتي والتأهل للسوبر جلوب إن شاء الله بإذن الله. كلاعيبة يا كابتن وذكريات زمان مع المباريات اللي زي دي والمباريات الجماهيرية، النهارده شفنا ملحمة من جماهير نادي الزمالك في الملعب، بتفرق مع لعيب كرة اليد؟ طبعا طبعا كانت ملحمة كبيرة. الجمهور عموما يمكن احنا عشنا الاوقات اللي ما كانش فيها منع للجمهور. كنا بنلعب ماتشات الاهلي والزمالك او اي ماتشات اخرى افريقيا، بطولات عربية، كانت الصالة بتبقى مليانة، ف الموضوع بيفرق جامد يعني. والنهاردة الحمد لله الجمهور فرق جامد، وطبعا ببارك لكريم هنداوي مباراة هو رجل المباراة طبعا، ومع وجود كابتن أحمد الأحمر قائد الفريق أداء عالي، وجوده واسمه بيفرق كتير في الملعب. الفرقة كلها رجالة مع الأحداث اللي حصلت قبل البطولة العربية وذهابهم للبطولة العربية بسرعة، لكن بصراحة كانوا رجالة وقد الحدث. وإحنا دايما بنقول كأسرة كرة اليد فرقة الزمالك بتلعب بأي حد يعني، أي حد موجود، أي حد موجود مدرب، الفرقة ما بتتأثرش وبروحها بتقدر تأدي أداء جميل يعني. فبصراحة تحية ليهم كلهم، وتحية للجمهور العظيم اللي كان موجود في السعودية بيأزر الفرقة إن شاء الله. طول عمركم مشهورين بده، بتحدي الظروف الصعبة، بتخطي العقبات، بتخطي الأزمات. اتعرضوا للمواقف دي على مدار تاريخ كرة اليد في نادي الزمالك لظروف مماثلة قد كده، ومع ذلك كل مرة كوماندوز اليد بيثبتوا ان هم رجالة واهل المسؤولية في اي وقت. والله فرقة اليد في الزمالك دايما متكاتفة، ودايما ليها مدرسة خاصة، ودايما كلنا مهما اختلفنا كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض ونسمع كلام بعض، فدايما ملمومين، ودايما دايما عندنا مشاكل مادية، ودايما في فلوس ما اتصرفتش، بس في الاخر الملعب ملوش دعوة، انت بتنزل الملعب تأدي، لان في الاخر المشاكل المالية هتتحل يعني بعيد عن اي حاجة، لكن الروح والحب انت تربيت جوه مدرسة هتفضل تحبها طول عمرك، موجود فيها مش موجود فيها، لعبت مرحلة وخلاص ما بقتش موجود، لكن بالدعم كلنا بندعم الفرقة وبنفرح وكلنا بنتساءل يعني، أو كلنا بنسأل يعني، وانت ماشي في الشارع خسرت ماتش الفرقة وحشة ليه، الفرقة مالها، الفرقة هتكمل. ففي الآخر أنا شايف أن دايما كرة اليد في الزمالك رجالة، وبيفضلوا دايما رجالة، وروحهم واحدة يعني. أكيد. المباراة النهاردة بقى على المستوى الفني، كابتن محمود حسين طبعا تابع المباراة، شفت المباراة فنيا ازاي كابتن هتلر اتعامل مع المباراة، ازاي لعيبة نادي الزمالك زي ما حضرتك قلت من البداية كانوا نازلين عارفين بيعملوا محددين هدفهم من الأول، فحسموا المباراة بدري حتى من الشوط الأول، احنا كنا كلنا مطمنين ان الجاب ده مش هيتعوض. مظبوط مظبوط، وانا شايف كمان ان احمد هتلر أدار المباراة دفاعيا كويس جدا، كان مقفل دفاعاته، بيحاول ما يعملش ثغرات في النص، مقفل النص بتاعه كويس. طبعا كريم هنداوي احنا دايما بنقول الحارس هو نص الدفاع يعني، كريم شال كور كتير، اللي كان بيجلي من الدفاع هو كان بيشيله، والروح كانت حلوه والناس كانت بتأدي كويس، كان في شويه تسرع في الهجوم، كام كوره كده بنخلصها بسرعه، لكن طبيعي احنا نازلين برضو اكيد بنلعب مدر في ملعبها وجمهورها والدنيا مشدوده يعني، مهما كان قوه الزمالك فانت بتلعب على ملعب الخصم، فده مأثر عليك شويه، ولكن انا شايف من البدايه للنهايه رتم المباراه ماشي واحد، مفيش شد، مفيش قلق، اوقات التايم اوت كانت كويسه. مظبوطه، بالذات اخر تايم اوت كمان عشان ينهي الموضوع بالظبط بالظبط، والشكل كان جميل، وما شاء الله كريم فارق يعني، فرق جامد جدا جدا فرق. جدا فرق واضافه كبيره جدا، حارس ان هو طبعا فلفل كمان حارس كبير، وجودهم الاثنين بيفرق جامد مع مجموعه الحراس اللي موجوده، بيفرق جامد جدا مع نادي الزمالك يعني. مين كرة اليد الحارس هو نص الفريق، نص الفريق مش نص الدفاع بس كمان. مين من اللعيبه النهارده لفت يعني اداؤه لفت نظر حضرتك، بخلاف طبعا يعني عايز نتكلم على الاحمر، هتتكلم على الاخطبوط دول في حته ثانيه، لكن مين من اللعيبه النهارده شد كابتن محمود حسين وهو بيتفرج النهارده؟ والله كل اللعيبه كويسه يعني، ما ادائها كان كويس ومحترم يعني،
انا يعني اتفرجت على المباراه كده جنرال، ما ركزتش مع حد يعني. وفي نفس الوقت انا كنت طبعا بتابعها على اليوتيوب، فانت بتبص وبتتابع النتيجه بتطمن الدنيا ستيبل يعني. انا تابعت مباراه البنك الاهلي يعني، وحظ اوفر لي ان شاء الله في البطوله الجايه، بس كبدايه للبنك الاهلي حاجه كويسه. اول مره اعتقد اول مشاركه في تاريخه يعني، فيوصل للمربع الذهبي ده حاجه مهمه جدا. كان نفسي ان هو يبقى مع الزمالك في المباراه النهائيه، يبقى نهائي مصري مصري، لكن ما فيش نصيب. فالفرقه كلها روحها حلوه، وفي نفس الوقت احنا مش بالمستوى العالي اللي هو 100 100، لان احنا برضو رحنا البطوله جري، وعندنا نقص في بعض اللعيبه، وفي لعيبه سافرت واحترفت. لكن محمد علاء السيد كان بيأدي كويس. الدفاع بشكل محترم، الاجنحه كانت بتاخد الكره تخلصها بشكل جيد. احمد الاحمر كان عامل خلخله جامده في الهجوم، كان يعني ما شاء الله فنتاته عظيمه، بيأدي كويس. وطبعا بنتهز الفرصه دي يعني، بقول لكابتن مصطفى الاحمر الف سلام عليه وشفى الله وعافاه يعني. سمعت ان هو بيمر بوعكه كبيره يعني، ربنا يطمن عليه والف سلام عليه يعني. ان شاء الله طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن مصطفى الاحمر، والد الاسطوره احمد الاحمر طبعا، وزوج السيده فاتن الاحمر، ووالد الزميله العزيزه نيره الاحمر. تمنياتنا بالشفاء العاجل ليك كابتن مصطفى، وان شاء الله دعواتنا ودعوات كل الزملكاويه اللي بيحبوك ومرتبطين باحمد، ان ربنا ان شاء الله يقومك بالسلامه ونطمن عليك باذن الله. الف مليون سلامه لكابتن مصطفى الاحمر. اللهم امين. فالفرقة كلها في الشكل العام فرقة جيدة ومحترمة، وإن شاء الله يعني يستريحوا كويس ويجهزوا نفسهم لمباراة الكويت الكويتي إن شاء الله، عشان يفرحونا وهم كمان يفرحوا بوصولهم لكأس العالم للأندية 2023، ويبقوا منورين ان شاء الله في كاس العالم يعني. البطوله دي يا كابتن والتتويج بيها باذن الله وبفضل الله وبجهد لاعبتنا امام الكويت الكويتي هتفرق معنويا ونفسيا، مش على فريق اليد بس، لا على كل الزملكاويه اللي في العالم في التوقيت ده بالذات. بطوله مهمه جدا وفي توقيت مثالي حقيقي يعني، اعتقد ان هي هتفرق نفسيا جامد. هي برضو عنق زجاجه تعتبر للتيم، والتيم برضو عليه ضغط في الاخر. الجمهور ما بيبصش للاحداث اللي بتحصل، لكن بيبص الفرقه كسبت خسرت. مع اني قريت في بعض برضو الصفحات ان الجمهور بيدعم الفرقه وبيدعم مجهودها اللي هي بذلته، والعثرات اللي هي مرت بيها اثناء البطوله والانتقال من مكان لمكان. لكن دايما هم رجاله وبيأدوا، كلنا زي ما بيقولوا روح الواحده والتيم الواحد بيفرق جامد مع اللعيبه يعني. فهي هتفرق مع كره اليد وهتفرق مع النادي. دايما الفرق اللي بتمر بكبوات وبتفاجئك ببطوله بتبقى حاجه جميله، طعمها حلو. افتكر الموسم اللي فات الفولي عمل نتائج مبهره، رغم ما كانش متوقع ان هو يبقى موجود او يكسب. فدي كانت حاجه فرحتنا كلنا يعني. اكيد التاهل من البطوله العربيه لسوبر جلوب لكاس العالم للانديه تحدي جديد امام اللعيبه، ده يمثل عامل ضغط ولا يكون في اريحيه اكتر ان اللعيبه داخله المباراه الكويتي الكويتي بكامل طاقتها عشان تضرب عصفورين بحجر، الفوز بالبطوله والتاهل لكاس العالم للانديه؟ والله بص، دايما احنا دايما لما بنخش في مباراه حاسمه بيبقى عندنا ضغط، المفروض ده يبقى فيه اريحيه شويه. انت كده كده يعني بذلت اللي عليك وعملت مجهود ومشيت في مشوار البطوله العربيه بشكل جيد ووصلت للنهائي، فانت مفروض تكلل مجهودك اللي انت تعبته الفترة اللي فاتت دي بمكسب المباراة والتأهل لكأس العالم. دي هديتك للجمهور اللي بيحبك ولنفسك. يعني انا اتمنى اللعيبة دي ان انا اشوفها في كأس العالم، لان هي بذلت مجهود تستحق وما كانتش تستحق ان هي تخسر وتروح البطولة العربية عشان تتأهل لكأس العالم. فانا شايف ان هم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين في كأس العالم، فان شاء الله يبقوا اهدى وكويسين. وطبعا ربنا يوفق كريم والحراس بتوعنا، ان هما بيبقى عليهم عامل كبير. وانا شايف ان فرقه الكويت الكويتي مش جامده يعني. البنك الاهلي لو كان مركز شويه النهارده وما استعجلش كان يقدر ياخد المباراه يعني، مش بسهوله كان يقدر يقرب المباراه ويكسب فرق هدف.
كان سهل ان هو يجيب المباراه يعني، لكن كل مباراه وليها حساباتها يعني. العامل الجماهيري يفرق مع الزمالك في مباراته امام الكويت، لان هيكون المنافس مش بنفس الجماهيريه او الشعبيه بالزبط. لنادي الزمالك بالظبط، واعتقد كمان ان جمهور الزمالك هيزيد اكيد. طب المباراه النهائيه دي هم المباراه النهائيه وهيبقى كله موجود وفرحان، وان شاء الله تبقى احتفاليه حلوه ونبارك لهم باذن الله. كاس العالم المره دي باذن الله لو ربنا كرمنا وتاهلنا هتكون لاول مره في التاريخ قطبي كره اليد المصريه الزمالك والاهلي متواجدين في اول نسخه لكاس العالم للانديه. ان شاء الله تبقى، ان شاء الله ربنا يكرمنا نبقى موجودين ونعمل بطوله حلوه كده ونادي فيها اداء مميز ان شاء الله يعني. الصفقات الجديده كابتن شفتها ازاي مع فريقنا النهارده؟ الناس تاقلمت، شفنا وكانهم مش جداد على الفرقه يعني. النهارده احنا شفنا انصهار مع الفريق وتاقلم غير طبيعي للصفقات اللي كانت موجوده سواء سامح او مؤمن يعني. النهارده كان في تحس ان هم موجودين مع الفرقه من قبل كده. والله ميزه التيم بتاع الهاندبول ان هم بيحتضنوا اللعيبه يعني، وفي نفس الوقت اللعيبه عارفه ان انت جاي نادي الزمالك، ده نادي مدرسه كبيره في كره اليد، ويمكن احمد الاحمر ليه طابع خاص، وهو زي ما بيقولوا بره الملعب شخص جميل وانسان جميل وبيتعامل مع اللعيبه برقي واحترام فانا اعتقد، وكريم طبعا كذلك، فاعتقد ان هم بيعرفوا يلموا اللعيبه كويس. وفي لعيبه بتيجي بتخش بيحتضنوها بشكل كويس يقدروا يادوا، فاعتقد وان هم طبعا على العلاقه عموما بعيدنا لو هو حتى مش موجود في الزمالك لما بيجي بيبقى عارف اللعيبه كويس واخد عليها، ودي حاجه كويسه ان شاء الله كمان يكملوا على كده ويكملوا انصهار مع الفرقه ويندمجوا اكتر ان شاء الله ويأدوا اداء افضل ان شاء الله يعني. يمكن حضرتك تحدثت عن ان مباراه الكويت في المتناول ومع فارق الامكانيات وفارق الليفل بين لعيبه الزمالك في كوماندوز اليد وبين اي فريق تاني، مش شرط الكويت الكويتي بس مزبوط. فان شاء الله تكون محسومه لرجالتنا، لكن الكويت الكويتي عنده مفاتيح لعبه او طريقه اعتماده على اللعب يقف الخط الخلفي والدايره، فانسب طريقه للدفاع عشان تواجه ده من جانب كابتن هتلر يعتمد على اي طريقه؟ من وجهه نظري طبعا كابتن احمد في الاخر هو اللي بيختار الطريقه المناسبه. انا شايف ان احنا 3 2 1 مقفوله او 5 1 تميل مع يعني 3 2 1 مقفوله، بلاش 6 0 دي خالص. لا 6 0 ما احنا 6 0 هتمنع البيفوت ان هو او الدايره ان هو يستلم من تحت، لكن الشوترز انا عندي شويطه برضه في الكويت الكويتي هشوطه، لكن 5 1 و 3 2 1 بتقفل، يمكن اكتر 5 1 هتمنع الدايره والواحد يبقى متحرك حر ما بين الباكين والسنتر هاف بتاع الكويت الكويتي يعني. ده من وجهه نظري يعني. تريكات بقى او الجمل اللي ممكن كابتن هتلر يعتمد عليها او يفاجئ بيها المنافس حتى في الشق الهجومي في مباراه الكويت في النهائي، لانه لازم اكيد هيغير استراتيجيته لان المنافس اكيد درس وشاف وجرب اكتر من ليفل واكتر من مستوى وشاف كابتن هتلر وقدر يتعرف على طريقه تعامله مع المباريات. اكيد طبعا كل واحد هيبقى مذاكر الفرقه الثانيه كويس، وانا اعتقد ان هتلر كمان يعني هيلعب اكتر ان انا ابقى مقفل دفاعاتي كويس وفي الظهر معايا كريم هنداوي والعب على الفاست بريك. لو انا النهارده كل ما دافع كويس واجيب الكوره واجري فاست بريك انا بريح الهجوم بتاعي، ما بقاش مضغوط من دفاع لهجوم لفاست بريك لهجوم للرد للدفاع، فالفرقه عندي بتتعب. انما النهارده لما بجري فاست بريك ده بيريح اللعيبه يعني. واحنا النهارده كمان عملنا ده كذا مره في المباراه، فانا شايف ان ده طبيعي ومتعارف عليه في كره اليد ان انا دافع كويس واجري فاست بريك واريح وارجع ايه اقفل دفاعاتي كويس يعني. افضل تشكيل ممكن يعتمد عليه كابتن هتلر وجهازه الفني في المباراه النهائيه من وجهه نظر كابتن محمود حسين لو سمح لنا ان احنا نحط روجيتا او نحط كده بلان للتشكيل الامثل يعني في المباراه النهائيه؟ والله يعني مش يعني التشكيل ده يعني هيبقى صعب تحط الاساسيين، لكن اي واحد هيبقى موجود في الملعب هيأدي، لكن النهارده انت هتبتدي بكريم، هتلعب بالاحمر محمد علاء،
يعني انا شايف ان كلهم كويسين عشان مش عايز احط حد اساسي وحد احتياطي. انا شايف ان كلهم هيبقوا كويسين، واحنا كره اليد مزيتها في الان والاوت الكتير، مفيش حاجه اسمها حد اساسي واحتياطي. احنا في الاخر بنقول السبعه اللي في الملعب بيادوا، ولو في حد تعبان بيطلع ناخد نفسه، اللي بينزل ولو دقيقه بيادي الاداء بتاعه يعني. وان شاء الله انا شايف ان احنا ان شاء الله هنعمل جيم كويسه وهنخش بأريحية كويسة إن شاء الله ونعمل جيم حلو بإذن الله. أكيد بإذن الله وكل الدعم للعبتنا. هحتاج من حضرتك إجابة عن سؤال مهم جدا، وهي المراكز اللي محتاجها نادي الزمالك عشان القوام الأساسي كله يكتمل في ظل موسم يعني مكتظ بالبطولات. هاخد إجابة حضرتك لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية، وقبل الفاصل كنت بسأل كابتن محمود حسين عن الصفقات أو المراكز اللي محتاج نادي الزمالك ومنظر النادي دعم بيها في ظل موسم مكتظ بالبطولات، موسم الجماهير منتظرة منه الكثير والكثير من أبطالنا في كرة اليد. والله أنا شايف من وجهة نظري إن إحنا يعني محتاجين ندعم في الخط الخلفي أكتر يعني. يعني إحنا عندنا، أنا شايف الأجنحة كويسة، وعندنا الدايرة طبعا في شادي، وطبعا سمعت ان وسام كمان راجع السنة دي في الموسم ده. فاعتقد ان احنا محتاجين خط خلفي اكتر من الخط الامامي وحراسة المرمى يعني. محتاجين باك ليفت، محتاجين باك رايت برضو يدعم احمد الاحمر، وان احمد الاحمر طبعا خبرة وقيادة، لما يجي اي وقت عايز ياخد نفسه ويريح لازم يبقى في حد بنفس الثقل بتاعه، ولو حد الشوتر كمان. بس المهم احنا الساحه موجود فيها مين؟ هنلاقي حد؟ مش هنلاقي حد. انا شايف ان في ندره في اللعيبه، والاغلب اللعيبه بتسافر. طبعا حسن وليد كان فارق جدا مع الفريق والدرعين فالاحتراف برضه شيء كويس وبيعم على مصر مش الزمالك بس، لكن في الاخر وجود دول بيفرقوا. لكن دايما الزمالك بيبقى فرقته ولاده، بيجيب لعيبه كويسه وبيشتغل عليها، وطبيعي ان انا اشتغل في قطاع الناشئين بشكل كويس واجهز لعيبه بشكل كويس. مفروض عندنا لعيبه محترمه على مستوى الشباب والناشئين، اجهزهم كويس يبقوا ان شاء الله دول عصب المستقبل ان شاء الله لكره اليد في نادي الزمالك. واحد برضو من اللي كله بيتنبأ لهم بمستقبل كبير جدا في كره اليد وكوماندو زياد الزمالك، يمكن كنت لسه بتكلم مع الزملكاوي الجميل زميلنا محمد شكري على زياد حشاده. كابتن محمود، التألق الغير عادي بقى حديث العالم بمشاركته في كاس العالم للشباب طبعا، اللي شرفونا وعملوا انجاز كبير جدا وصولات وجولات، هل هيكون له دور الفتره الجايه مع فريق نادي الزمالك؟ هل هيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي؟ ده مفروض ان هو طبعا دي في الاخر وجهه نظر كابتن احمد هتلر بتصعيده او لا، لكن انا شايف ان هو اساسي يبقى موجود. لان احنا فرق الناشئين والشباب دايما بتطلع لنا لعيبه عندها اساس كويس ومستوى عالي، فاحنا بناخد ده بننميه في الفريق الاول. هو بياخد خبراته مع الفريق الاول، فاحنا مفروض اول حاجه ان احنا نهتم بيه فنيا مع الفريق الاول وندخله يبتدي يندمج مع الفريق. تاني حاجه ان احنا نعمل له عقد كويس يبقى ممتد، سواء بقى بعقد رعايه في الشباب والناشئين لغايه ما يطلع درجه اولى، يعمل عقد بتاعه محترم عشان نبتدي نكون جيل كويس، وما يبقاش اللعيبه كلها اول ما مستواه يعلى يروح طالع للاحتراف. الاحتراف حاجه كويسه، لكن لازم نادي الزمالك ياخد برضو جزء من اللعيب، يلعب سنتين ثلاثه اربعه، يكون بعض اللعيبه طلعت هو يسافر غيره يبقى موجود. فلكن طبعا هو لعيب محترم وهيبقى ليه ثقل وهيدعم اكيد الفريق الاول بشكل كويس اكيد. واحنا كمان الفتره الاخيره خسرنا يعني مواهب كبيره جدا، وخسرنا اسماء رنانه يعني الفريق. يعني الواحد كان جه في وقت من الاوقات كده اتخض على فريق اليد بعد الاسماء الكبيره، سواء الدرع سواء هنداوي سواء ناس كتيره جدا كمان قداح. لكن
دايما زي ما حضرتك بتقول الزمالك ولاد دايما، ولاده موجودين وقطاع الناشئين بيطلع والعيون الخبيره اللي بتعرف تجيب صفقات، لكن برضو الصفقات الكتيره او الثقيله اللي مشت اثرت بعض الشيء. طبعا طبعا، ومع عايز اقول مع حبهم وانتمائهم لنادي الزمالك يعني اكيد بيدعموا، اكيد بيتواصلوا مع الفريق بشكل جيد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر يبقى عندنا مجموعه من اللعيبه، نطلع درع جديد ونطلع حسن الدعاء جديد، يبقى عندنا لعيبه محترمه. نادي الزمالك دايما على مر الاجيال عنده لعيبه محترمه ولعيبه تقيله على مر العصور يعني. ايه كابتن محمود ايه اللي بيميز قطاع اليد ككل بقى في نادي الزمالك عن اي فرقه جماعيه تانية؟ والله يعني هو ما فيش يعني في اليد، احنا دخلنا نادي الزمالك لقينا سيستم مشينا على السيستم. النهارده دخلنا دكتور كمال درويش، كابتن حسن صقر، كابتن حسين، وانت نازل بقى ايمن صلاح، حسام غريب، محمود حسين، بعدين حسين زكي، حسن يسري، الاحمر، هو هي مدرسه ونازله كلنا في الاخر كلنا بنقابل بعض في اي مكان، بنحب بعض ونحترم بعض وبنمشي على سيستم. هو يعني ما ينفعش حد يخرج بره الطريق، ما ينفعش حد يقول انا مش لاعب انا يعني النهارده لو زمالك قال لك لا ما ينفعش، لازم تيجي ولازم تلعب. لو حد كبير رفع السماعه عليك لازم تبقى موجود، ومشاكلك هتتحل بتبقى موجود. يعني كلنا بنحب بعض وبنحترم بعض. انا في عملي الخاص قابلت دكتور كمال درويش، سبت كل شغلي وجريت عليه واستضافته في مكاني وقلت له اتفضل، وكان فرحان بيا وبشغلي، وان كان معاه مجموعه اساتذه من الجامعه في سبورتس اكسبو، فقعد يقول لهم ده ابني، وكان فرحان وانا كنت فرحان جدا بيه، واتصورت معاه في المكان بتاعي. ويعني دي احنا كره اليد كلنا بنحب بعض وبنحب كره اليد وبنحب نادي الزمالك، فمهما كلنا بعيدنا وكل واحد راح في طريقه، فبتلاقي دايما قلبنا مع نادي الزمالك ومع كرة اليد. وحضرتك بتجاوب بتلقائية وبتجاوب بعفوية شديدة جدا، وكأني بتقول حاجة طبيعية، حاجة مش يعني ايه، انت بتتكلم كأني هو ده اللي لازم يكون كده. لكن حضرتك ركزت على نقطتين، لو كل الفرق وكل الناس في نادي الزمالك مشيت على الحاجتين دول بس، نادي الزمالك هيروح في حتة تانية خالص، اللي هو السيستم، ان انت تمشي عندك سيستم وعندك منظومه تمشي عليها، وحاله الحب والكل على قلب راجل واحد. اعتقد ان نادي الزمالك يعني في امس الحاجه للحاجتين دول في الوقت الراهن. حقيقي، والاجمل ان انت تبقى بره المنظومه وبتحب الناس، تتمنى لهم التوفيق. سلامك يا كابتن. وتمنى يعني اقول لحضرتك حاجه، في الاخر انا كنت موجود جوه الملعب، فانا ما احبش ان حد يتمنى لي الخساره. فانا اتمنى لغير الخساره ليه؟ صح. يعني طب انا تمنيت لك دي الخساره، دي نفوس سويه دي يا كابتن انت بتتكلم عنها دي. انا هستفيد ايه لما انت تخسر؟ يعني بالعكس، ما انا ببقى فرحان بمكسبك. النهارده وائل عبد العاطي ما ابن من ابناء نادي الزمالك، ما ياخد رابع العالم، كنت اتمنى ان هو يكسب كاس العالم. دعم لي ودعم للزمالك، كابتن ايمن صلاح لما يروح ويتألق وينجح بالظبط للزمالك، وبنبارك له طبعا على تولي منتخب المغرب وفي مهمته دي، وبالتوفيق ان شاء الله. يعني كلهم نجوم وكلهم كبار وكله بيأدي، فانت يعني خساره حد مش هتفرق معايا، بل بالعكس يعني هي بتاثر عليا وعليك اكيد. يعني والزمالك هو الخاسر الوحيد، ده تاريخ واحنا جزء من التاريخ، فكل ما التاريخ يبقى حلو بينسب ليك. يعني ما فيش حد مثلا بيقابلك بتقول لك الزمالك خسر، تقول له لا اصل انا مش في الجهاز، اصل انا مش مسؤول. لا طبعا، كله انا مش مسؤول. لا انت زملكاوي غصب عنك، فالمكسب عليك والخساره عليك وكل حاجه عليك. واحنا فعلا كزملكاويه بنحب الزمالك ايا كان حالته، صح، على المكسب على الخساره على اي حاجه هتفضل تحبه. يعني ما فيش حاجه غير كده. اكيد تتفق معايا ان ده الوقت المناسب للتوحد الجميع والتفاف الرموز، والنادي محتاج كل واحد النادي ده له فضل عليه انه يكون متواجد في الوقت الراهن، سواء في كره القدم، سواء نجم قديم في الطايره، في السله، في اليد، لان ده وقت التوحد، وقت التجمع، وقت التكاتف من اجل الكيان. اكيد 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 يا كريم، التوحد الاتحاد هيفرق جامد جدا، واحنا محتاجين ده كلنا. يعني كله عايز يفرح وعايز تأدي اداء كويس، لان الاتحاد هيؤدي للاستقرار. انت لما تستقر وتلاقي دعم من بره وجوه،
مش معنى الاتحاد ان كل الناس تبقى موجوده في النادي وتشتغل في النادي، لا, لا طبعا. الاتحاد ان لما حد يعوز مني حاجه اقدر اقدمها له، او في نفس الوقت الاتحاد ان انا اتمنى للموجودين التوفيق وابقى فرحان وادعمهم واديهم ايجابي ما اديش سلبي، ده بيفرق. فاتمنى ان الامور تبقى كويسه وربنا يوفق نادي الزمالك دايما في كل الالعاب يعني ان شاء الله. كان معايا كابتن حماده عبد الباري وكنت ببارك له طبعا وبحتفل معاه وبرصد معاه اجواء الفرحه في السعوديه بعد التاهل، بس يعني برضو لازم هو يدينا حته كده سبايسي في مداخلاته عن وجود ازمه مع الاتحاد المصري لكره اليد بخصوص المستحقات. واعتقد ان ده كمان يعني القرار ده كان من قبل كده واتطبق على كل الانديه، ان نادي الزمالك فقط 10 كرنيهات للعيبه وفقا لما تم تسديده من مستحقات، وهيتم حجب باقي الكرنيهات، وبالتالي نادي الزمالك هيكون عنده شبه ازمه او مشكله في بدايه الدوري الاول في الاول من سبتمبر المقبل. هو يعني اعتقد ان يعني طبعا المنوط بحل الازمه دي هو اتحاد اليد، مفيش حد غيره، هو مجلس الاداره. فيعني لو الدوري هيبتدي على طول لازم كابتن حماده يبقى في تليفون بينه وبين اللجنه الثلاثيه للنادي، وبتفويض حد ان هو يقعد مع مجلس اداره الاتحاد او التواصل مع الدكتور محمد الامين لحل الازمه او زي ما بيقولوا او ياخد برميشن بقى بالجدوله او بيشوف. لكن دي بصراحه يعني دي ازمه ما حدش يعرف يحلها الا اتحاد اليد يعني لان انت برضو اكيد لسه عندك ازمه في السيوله اكيد عبال ما تبدا تلم فلوس وتظبط امورك. فاعتقد الاتحاد دايما داعم لكل الفرق، فاعتقد ان هو مش هيتاخر ان هو ياخد قرار زي ده، او في نفس الوقت يديله مهله يعني لان احنا في مرحله انتقاليه يدفع جزء وبعدين الجزء الثاني يتجدول في اي مرحله وبتظبط امورها وبتجدول امورها الماليه. فانا ممكن ادي لك جزء واقول لك في خلال قد كده هسد المبلغ، واعتقد ان ده طبيعي يعني ممكن ده يبقى امر قابل للتطبيق كمان، وده ممكن يبقى بدعم من وزاره الشباب والرياضه اكيد لان الزمالك في مرحله طبعا في مرحله انتقاليه وفي نفس الوقت عندي عدم اتزان لسه بشوف فلوسي فين وايه الدنيا ومعايا كام وهدفع كام. فاعتقد ان شاء الله ان هي اكيد هيبقى ليها حل باذن الله يعني. هل بعض الانديه ممكن تعترض على حاجه زي دي، خصوصا ان كان في البدايه كان في بعض الانديه عندها نفس المشكله والاتحاد اكبر البعض على تسديد المستحقات، فهل ده ممكن يسبب ولا هيكون في مرونه او في مراعاه للظروف الاستثنائيه اللي بيمر بيها نادي الزمالك؟ وبص كل نادي بيبقى ليه اكسبشن، وفي نفس الوقت انت مش بتدي اكسبشن للزمالك عشان حاجه، هو الزمالك عنده ازمه وبتدي له اكسبشن. نعم. طبيعي اي نادي تاني هيقول لك ان مفيش معامله بالمثل، يقول لك انا عايز المعامله بالمثل. نعم. طب لكن في نفس الوقت ما حدش عنده ازمه الزمالك ياخدوا نفس الظروف والازمات اللي عندنا واحنا نعملهم بالمثل والله بالزبط. ياخدوها بس مره نفسنا نشوفها مره. اعتقد ان الموضوع هيبقى بسيط، ما حدش يحب ان الزمالك ما يبقاش موجود في دوري المحترفين لكره اليد يعني هو اسم كبير وعلامه كبيره في كره اليد، وفي نفس الوقت كده الفلوس هتتسدد اكيد هتدفع يعني مش فانت النهارده المديونيه كام كذا، طب هندفع جزء دلوقتي وجزء بعد كذا، وفي نفس الوقت ان احنا عندنا موسم طويل، فانت ممكن تحط خلاص انا لغايه كذا هو ده السماح بتاعي بعد كده ما تسالنيش. لكن في الاخر ده قرار دكتور محمد الامين ومجلس الاداره ومجلس اداره اتحاد اليد يعني. لا قدر الله ما تمش التوصل لحل في هذا الامر يعني خوض غمار الموسم او دوري المحترفين ب10 لاعبين نادي الزمالك يقدر؟ لا ما يعني انا ما اعتقدش يعني تلعب يعني ده هياثر عليك وممكن تفقد نقط في اول الدوري ودي هتاثر في النهائي. نعم ما اعتقدش يعني لكن اعتقد ان شاء الله ممكن المشكله تتحل باذن يعني الله يا رب، ونتمنى ده وان شاء الله الناس كلها تشتغل على ده. النهارده لو الاتحاد قال لك انا ملتزم يعني باللوائح والالتزامات مع كل الانديه هندبر الامر طبعا، اي حد هتدبر مبلغ من من لازم. من رجال الاعمال الكبار المحبين لنادي الزمالك يعني مبالغ اليد مش زي الكوره. نعم. ارقام هتلاقيها بسيطه جدا وسهل تدبيرها ربنا كريم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اخيرا كابتن محمود، رساله حضرتك للاعبتنا وللجهاز الفني وكابتن هتلر قبل طبعا مباراتهم النهائيه امام الكويت الكويتي. يعني انا احب اقول لهم انا سعيد بمكسبكم ووصولكم للمباراه النهائيه في البطوله العربيه،
كلنا بندعمكم وبنحبكم وان شاء الله نبارك لكم على المباراه النهائيه. عايزينكم دايما تبقوا رجاله وانتوا دايما رجاله. وبحيي كريم واحمد الاحمر وكل المجموعه وطبعا احمد هتلر مدير فني الفريق. واتمنى لهم واتمنى لكم جميعا التوفيق وان شاء الله تفرحونا يوم الاحد كده وترجعوا بكاس البطوله العربيه ونشوفكم في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله نحتفل مع حضرتك كمان يوم الاحد. كابتن محمود حسين نجم نادي الزمالك واسطوره كره اليد في نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، كنت سعيد جدا ان انا احاور لحضرتك في هذه الفقره. حبيبي يا كريم انا الاسعد بوجودي معاك ومع قناه نادي الزمالك الجميله. حبيبي يا كابتن تنور مكانك وبيتك في اي وقت. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن محمود حسين. فاصل وبعد الفاصل نجوم النقد الرياضي استاذ علي بركه استاذ ايهاب الفولي. تدريب الزمالك شرف كبير ناله عدد كبير من المديرين الفنيين المحليين والأجانب، ومنهم من مر مرور الكرام دون ترك أثر أو بصمة واضحة، وآخرين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب على سجلات الألقاب ومنصات التتويج. ونجح 11 مدربا في تاريخ نادي الزمالك من التتويج مع الفريق بلقب الدوري المصري بواقع 8 أجانب و3 محليين. اليوغوسلافي إيفا ستيفوفيتش كان أول من قاد أبناء ميت عقبة للقب الأول في موسم 1959-1960، وتبعه مواطنه جوزيف فاندلار صاحب إنجاز التتويج بلقبين متتاليين مع الزمالك في موسمي 1963-1964 و1964-1965. وينجح شيخ المدربين زكي عثمان في قيادة الزمالك للتتويج بالدوري الممتاز بعد طول غياب، وينجح في الظفر به موسم 1977-1978 ليكون أول مدير فني وطني يقود الفارس الأبيض للقب المحلي. ويسير على نهجه الأسطورة محمود بورجيلا ويقود الزمالك فنيا لتتويج ثمين بلقب الدوري في موسم 1983-1984. المخضرم عصام بهيج كان على موعد مع فرحة زملكاوية بلقب الدوري بقيادة فنية محنكة في موسم 1987-1988. ويعود توهج المدربين الأجانب في الزمالك مجددا، ويسطع نجم الاسكتلندي ديف ماكاي في قيادة الزمالك رفقة ملك النص فاروق جعفر، ويسيطر الفارس الأبيض على الدرع في موسمي 1991-1992 و1992-1993. ويستهل الزمالك الألفية الثالثة بتتويج تاريخي بلقب الدوري الممتاز في موسم 2000-2001 بقيادة فنية للثعلب الألماني أوتو فيستر. ويجمع الداهية البرازيلي كابرال بين التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز ليحفر اسمه في السجلات الذهبية لمدرب القلعة البيضاء، وذلك في موسم 2002-2003. البرتغالي فينجادا حمل راية التألق ممن سبقوه من المدربين الأجانب داخل قلعة ميت عقبة، وقاد الزمالك لعناق الدرع في موسم 2003-2004. واعتلى الزمالك عرش الكرة المصرية وجمع بين ثنائية الدوري والكأس في موسم 2014-2015 تحت قيادة فنية للمخضرم البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، قبل أن ينجح في عناق لقب الدوري مع الزمالك من جديد في موسم 2021-2022 الاستثنائي. كما اقتحم الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التاريخية للمدربين المتوجين مع الزمالك بلقب الدوري بعد الظفر بلقب المسابقة في موسم 2020-2021. بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه في فقرتنا الحواريه الثانيه والاخيره النهارده في زملكاوي مع اثنين من نجوم النقد الرياضي الكبار. بيشرفني وينورني النقد الرياضي الكبير استاذ علي بركه. برحب بحضرتك ودايما شرفنا ونورنا. اهلا بحضرتك استاذ كريم واهلا بجماهير الزمالك العظيمه. النقد الرياضي الكبير استاذ ايهاب الفولي مشرفنا ومنورنا، وبرحب بيك دايما معانا في زملكاوي. ده نورك كريم، اهلا بيك طبعا واهلا باستاذنا الكبير استاذ علي بركه وتحياتي لكل جمهور نادي الزمالك.
طبعا يعني قبل ما ابدا مع ضيوفي، يمكن كابتن عبد الواحد السيد في تصريحات رسميه بيؤكد على ان مستر اسوريو قرر بدء فتره الاعداد في الاول من سبتمبر المقبل، وبعد ثلاث ايام فقط هيكون يعني في الرابع من سبتمبر بعد ثلاث ايام من بدء فتره الاعداد الشق البدني في البدايه، هيكون هناك معسكر مغلق في احد فنادق مصر الجديده، ويكون خلالها كمان بعض المباريات او بعض البرامج التدريبيه الخاصه بالاعداد للموسم الجديد. نادي الزمالك اختار رسميا ملعب الكليه الحربيه لاقامه مبارياته في بطوله الدوري الممتاز عليه، واللعيبه كمان هتخضع للقياسات والتدريبات والاختبارات البدنية قبل بدء فترة الإعداد بيومين، يعني يوم 29 أو يوم 28 أغسطس الجاري. دي تصريحات رسمية من كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك. يبقى رسميا نادي الزمالك هيخوض مبارياته على تدريباته، يعني آسف، الفريق هيخوض تدريباته على ملعب الكلية الحربية أثناء المعسكر مش المباريات. دي وفقا لتصريحات كابتن عبد الواحد السيد، والمعسكر هيكون يوم 4 سبتمبر في احد فنادق مصر الجديده، والتدريبات على ملعب الكليه الحربيه، والقياسات والشغل الطبي كله هيكون قبل فتره الاعداد بيومين فقط. استاذ علي، هو طبعا فريق الكوره الحقيقه الناس يعني مشتاقه بقى الفريق يرجع مره اخرى ويستكمل مسيرته. احنا لسه عندنا كاس مصر، ولسه عندنا طموحات كبيره قوي وطموحات كبيره للجماهير. يعني انا بيتهيألي الامور الاداريه دي بالتاكيد صحيح واخده كتير من اهتمامات الناس، ولكن بمجرد ما ان شاء الله باذن الله فريق كره اليد ياخد البطوله العربيه ويستعد لبطوله العالم، وايضا فريق كره القدم يرجع بقى مره اخرى يستحوذ على اهتمامنا، ولان هو ده بيبقى دائما وابدا هو واجهه نادي الزمالك. يعني فريق الكرة دائما كرة القدم بيكون واجهة نادي الزمالك، وهو كمان اللي صنع المجد بتاع النادي والتاريخ له. فيعني أنا سعيد الحقيقة إن هم كمان، لأن هم كانوا إلى حد ما ممكن تقول إن هم تأخروا شوية، لكن أنا سعيد إن هم رجعوا مرة أخرى. وبإذن الله خلي بالك إحنا دايما بيبقى عندنا الحافز يا كابتن، يعني اللعيب المصري عامة بيبقى جواه او الجينات الانسان المصري بتبقى دائما وابدا عنده التحدي. فلعيب الكوره كمان بيبقى كده، ونادي الزمالك تحديدا لعيبه الزمالك، حضرتك يمكن كنت معاهم في البطوله العربيه في السعوديه، شفت الى اي مدى الموقف الصعب اللي هم كانوا فيه، ومع هذا كادوا ان هم يكسبوا فريق النصر ويوصلوا ويتالقوا ويكملوا، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. وانا شايف باذن الله باذن الله ان اللي جاي افضل باذن الله. استاذ ايهاب، بدايه فتره الاعداد لمده 15 يوم فقط، وبعدها تبدا المعترك الافريقي، عندك مباراه يوم 15 او 16 او 17 سبتمبر. بص، طبعا هو اسوريو المدير الفني لنادي الزمالك طلب اعداد ملف طبي كامل لكل لاعبي الفريق الكروي الاول، وده اللي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة هيبدأ فيه مع أول معسكر الإعداد. أسوريو عايز يعرف الحالة القياسات البدنية لكل لاعب من لاعب الزمالك، عشان أنت عارف طبعا أن أسوريو كان يعني في الأساس أو قبل ما يشتغل بعالم التدريب كان يعني ليه باع طويل جدا في عالم يعني التدريب البدني واللياقة البدنية. فهو طلب اعداد ملف بدني كامل لكل لاعب من لاعبي الفريق الاول لتجهيزهم خلال فتره الاعداد اللي جايه، يشوف كل واحد فيهم محتاج ايه، بحيث يبقى انت داخل المعسكر الموسم الجديد بدايه من مباراه البطوله الكونفدراليه ما يبقاش عندك اي يعني مشكله لاي لاعب، اصابه عضليه، اي حاجه تبعد العناصر الاساسيه خلال الفتره اللي جايه. فأنا شايف في فترة الإعداد ديت الزمالك محتاجها كويس جدا، تعمل استشفاء، تعمل تجهيز وتأهيل للقوام الأساسي اللي عندك ومجموعة البدلاء، تقدر تدخل العناصر اللي هي بعيدة تمام عن المشاركة، تقدر تدخل العناصر اللي هي انتهت إعاراتها ورجعت للفريق وما حلفهمش الحظ أو التوفيق بسبب الإصابات إنهم يشاركوا في البطولة العربية. أنت بترجع تديهم في فترة الإعداد ديت الفرصة وتكسبهم، تسقلهم تدريبات واعداد كافي، بحيث ان انت تخش
في اول مباراه ليك في البطوله الكونفدراليه تبقى القوام الاساسي بتاعك كله موجود ومتكامل، تقدر ان انت تحقق اول انتصار وتقدر وتحصد اول يعني انتصار في اول البطوله، يدي دفعه معنويه للاعيبه الزمالك خلال مشوارهم الافريقي. انا شايف ان اوسيريو بادئ يعني بادئ بدايه يعني موفقه، بيتعامل مع الامور بخطه ممنهجه، ما بيتعاملش يعني اليوم بيومه، لا حاطط خطه شغال عليها من السنه يعني من الموسم اللي انتهى مش من الموسم اللي جاي. وانا شايف ان النتيجه ديت او النتائج او جمهور الزمالك يعني هيجني ثمار شغل اوسيريو هيبقى بدايه باذن الله من الموسم ده. اكيد ان شاء الله باذن الله نتمنى ده وكل التوفيق والدعم لمستر اوسيريو، لانه بصراحه بيشتغل بكل مواهبه ومقوه زي ما انت بتتكلم استاذ ايهاب، والراجل كل يوم اجتماعات مع الجهاز الفني، كل يوم اجتماعات مع كابتن عبد الواحد السيد لترتيب او اعاده ترتيب البيت من الداخل، اعاده ترتيب الاوراق بتاعه الفريق. استاذ علي هاخدك لملف كرة اليد النهارده، كوماندوز اليد بيفرحونا وبيتأهلوا وبيتحدوا كل الصعاب وبيوصلوا إلى المباراة النهائية أمامهم، تحدي كبير جدا أمام الكويت، الكويت يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة العربية، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم للأندية. هو يعني فريق اليد الحقيقة دايما بيفرحونا ودايما بيشرفونا، وحضرتك يمكن تابعت قبل كده هو إن كان عندهم برضو أزمات وأزمات كبيرة ومع هذا قدروا يتجاوزوها، فأنا لا أستبعد على الإطلاق أنه يعني ربنا يوفقهم بإذن الله ويكسبوا البطولة، خاصة وأنه جميع اللعيبة بلا استثناء عندها رغبة أنها تسعد جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك عانت كتير، تعبت كتير، وأتصور أنه فريق كرة اليد هو ابتسامة جميلة ممكن تقول أنها هتضاف لهذه الجماهير يعني تخرجنا شوية من اللي احنا فيه. انا لا استبعد على الاطلاق يا كابتن اننا نكسب وبفرق سكور كمان، وخلي بالك ان فريق كرة اليد من الفرق اللي هي عندها طموحات كمان تبقى ليها مكانة عالمية مش ليها علاقة ببطولات عربية، يعني ان شاء الله بإذن الله هم بذلوا مجهود وفات الكتير، ما بقاش فاضل غير ساعات باذن الله على تحقيق الحلم بتاعهم. نعم اكيد استاذ ايهاب، هيبقى فوز مهم جدا وبطوله في وقتها وبطوله مهمه لكل جماهير نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله لو توج نادي الزمالك وكوماندوز اليد بهذه البطوله. طبعا بطوله مهمه، يعني بطوله الناس محتاجاها، يعني في عز يعني الازمات طول الوقت نادي الزمالك بتلاقيه حاضر بالبطولات بتاعته، بتلاقيه موجود على منصات التتويج، ما غابش نادي الزمالك عن منصات التتويج في اي سنه من السنين في اي لعبه من الالعاب المختلفه، سواء بقى يد، سله طايره، كره قدم، الزمالك طول عمره موجود والزمالك طول عمره قادر ان هو يعني يحقق البطولات اللي ترضي طموح جماهيره. واعتقد ان الفوز بالبطوله العربيه يعني هيبقى دافع كبير جدا 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 لفريق الزمالك ان هو يحقق نتيجه زي ما قلت معاك امبارح، نتيجه كويسه باذن الله وترتيب متقدم في كاس العالم للانديه اللي جايه باذن الله، ويقدر نادي الزمالك يتواجد ضمن الكبار في بطولة كاس العالم للأندية المقبلة لكرة اليد. شايف ان زي ما الاستاذ علي قال ان يعني الحلم العربي لكرة اليد خلاص فاضل عليه خطوة، تقدر تعوض خسارتك امام فريق الكويت الكويتي في اول مباراة البطولة كان معاك في نفس المجموعة وخسرت قدامه في المباراة الثانية، تقدر ترد اعتبارك وتقدر ترجع للقاهرة بالبطوله المباراه مع الكويت الكويتي. الكويت الكويتي الكويت. مش العربي لا عفوا تقدر ترجع القاهره بالبطوله البطوله العربيه لكره اليد وتعوض يعني الاخفاق اللي حصل اللي كان مفاجئ لينا كلنا في البطوله العربيه لكره القدم، اللي الزمالك كان متسيد مباريات المجموعه بتاعته من اول مباراه امام فريق بطل تونس، وبعد كده مباراة الشباب السعودي والزمالك خسر بخطأ تحكيمي فادح وتعادلت مع النصر السعودي يعني احرقت النصر واحرقته بفطاح النجومه. نتمنى ان البطولة العربية لكرة اليد يبقى فيها العوض عن البطولة العربية لكرة القدم.
استاذ علي هاخدك للمستوى الاداري، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، لكن يمكن في مقدمتي النهارده اكدت وشددت على قرار وزاره الشباب والرياضه والجهه الاداريه بعدم وجود اي نيه لتاجيل الانتخابات واقامه انتخابات نادي الزمالك وفقا لخريطه الطريق اللي اعلنها الدكتور اشرف صبحي، لان البعض بيحاول الترويج لده، بيحاول الزج بمحاولات التاجيل. اكيد ده مش مصلحه نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج مجلس اداره منتخب، جمعية عمومية تختار المجلس اللي هي شايفاه يقدر يقود نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة عشان توفر الاستقرار الإداري والفني، لأن المجلس هيكون سيد قرار في كل القرارات بياخدها، لكن اللجنة هتكون إيديها مقيدة، مش سيدة قرارها في بعض الأوقات، في حاجات كتيرة جدا هتضطر إن هي ترجع فيها للجهة الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة وتاخد موافقات، وده لا يليق بأي شكل من أشكال بنادي الزمالك. شوف يا كابتن كريم، أنا يعني بنحني احتراما للدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في حتة إيه؟ إن هم دائما وأبدا بيردوا على أي شائعة. أنا امبارح كنت في النادي الحقيقة وشفت كمية ناس رهيبة ما كنت شفتها قبل كده. المهم يعني خلاصتها برضو انه صارت شائعة انه النادي غير مهيأ لإجراء انتخابات، وبالتبعية لانه غير مهيأ لإجراء الانتخابات فعلى الاقل هتتأجل الانتخابات في الوقت ده. فمعنى انه يطلع البيان ده او القرار ده دلوقتي، ده في حد ذاته انا بعتبره انه ده يدل على ان الوزارة بقت خلاص ودنها معانا، مش سايبة الامور، لان طبعا كل ما الامور بتتسابع يا كابتن كريم بتبقى يعني مرتع للشائعات، والشائعات الكتير في هذا التوقيت مش في صالح لا نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك ولا اعضاء ولا لعيبة نادي الزمالك. اكيد استاذ ايهاب، طبعا فكرة يعني الزمالك في التوقيت ده محتاج ان احنا يعني بغض النظر بقى عن الانتخابات او مش الانتخابات، لازم نبعد فريق الكوره عن الانتخابات تماما. نعم. اي حاجه فيها انتخابات او اي حاجه فيها كلام عن انتخابات لازم فرقه الكوره تبعد عن الكلام ده خالص. فرقه الكوره تبقى في المنطقه اللي هي بنقول عليها المنطقه العاميه، بيشوفش قدامه الا التدريبات بتاعته، شوفش قدامه الا البطوله الكونفدراليه. الجمهور مش هيقبل غير بالبطوله الكونفدراليه وبطوله الدوري والكاس والمنافسه على كل السنه اللي فاتت. نعم. فلازم، وانا شايف ان اسوريو نجح ان هو ياخد لعيبته، او فكر تفكير سليم ان هو ياخد لعيبته ويروح بيهم معسكر اعداد بعيد عن نادي الزمالك، حتى لو كان المعسكر ده في القاهره في احد فنادق مثلا او في مصر الجديده. نعم. فانت بتبعد بفرقتك عن الاجواء الانتخابيه. نعم. تدريبات كمان على ملعب الكره الحربيه، هتبعد بعيد عن النادي وده خالص. وده امر ايجابي جدا جدا. نعم. في التوقيت ده، وده اللي نادي الزمالك محتاجه. اكيد. النهارده كمان من يعني من فرحه فريق اليد لنجمنا ولاعبنا المميز مصطفى محمد، النهارده بيساهم ويشارك في تعادل مثير في الدوري الفرنسي لفريقه نانت، وتألقوا النهارده باحراز هدفين في المباراه اللي جمعتهم مع موناكو، وانتهت بثلاثه نتيجه التعادل الايجابي 3-3. مصطفى محمد اللي دايما بيحتفل بشعار نادي الزمالك الزملكاوي الجميل، ونجم منتخب مصر طبعا، وهجام والمهاجم الاوحد داخل نادي او في منتخب مصر دلوقتي، المهاجم الاساسي كمان مصطفى محمد، احتفل النهارده بهدفينه ودايما بيحتفل بشعار نادي الزمالك، يعني اعترافا بالجميل وفضل نادي الزمالك عليه. ودلوقتي مصطفى محمد كمان في الوصافه في سباق الهدافين بعد بثلاث اهداف، رصيد ثلاث اهداف بعد مهاجم نادي موناكو. كل التوفيق ليك يا مصطفى وربنا معاك ان شاء الله. اخيرا وقبل ما اختم حلقتي، رساله مهمه، ويمكن دي منها معلومات ومنها يعني اتجاه، وفيما يخص تقسيط غرامه الهارب اللي خاننا دي وهرب، مرفوض رفض تام ومرفوض نهائيا حتى مجرد الحديث او مناقشه هذا الاقتراح. وانا تواصلت مع عدد من الناس المسؤوله عن هذا الملف، وتواصلت مع بعض المسؤولين عن اداره الكره وملف الكره، وهذا الامر مقفول ضبه ومفتاح، ولن يتم السماح حتى بمناقشه هذا الامر، وده عليه اجماع
اجماع زي كده، قرار عدم المشاركه في السوبر زي قرار اللجوء للفيفا، في حاجات كده بيبقى الجماهير كلها على اجماع، زي موضوع ان انت لازم تجري الانتخابات عشان انتخاب مجلس اداره، دي على اجماع من الكل، الكل بيرفض التاجيل، الكل برضو بيرفض اي اقتراحات او اي مبادرات من محامي كهرباء، من كهرباء، من اداره احد الانديه لمجرد مناقشه تقسيط غرامه كهرباء. ده لم ولن يتم في هذا الملف داخل نادي الزمالك. النادي الزمالك محتاج كل مليم او محتاج كل فلوسه تكون موجوده دلوقتي عشان نعدي من هذه الازمه ومن هذه الكبوه. وبختم حلقتي بمناشده معالي دكتور اشرف صبحي واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بالتدخل السريع والاستجابه السريعه لمبادره نادي الزمالك بجدوله المستحقات. والساده المحترمين في اداره مجلس اداره اتحاد الكوره عارفين انا بتكلم عليه كويس، نادي الزمالك له مبلغ دولاري كبير جدا يقدر يفك ازمه القيد، يقدر يفك مشاكل كتير جدا نادي الزمالك، لكن اعتقد او يعني استشعر بعض الامور ومش عايز يعني مش حاسس بفرضيه حسن النيه في هذا الامر، ان اتحاد الكره يعني مش عارفين ناخد الفلوس رغم وجود اتفاق من ايام المجلس السابق المستشار مرتضى واللجنه اللي راحت اجتمعت بالامس مع الاستاذ وليد العطار، لكن في امر مريب في مستحقات نادي الزمالك. اتمنى ان اداره اتحاد الكره السيد جمال علام والساده المحترمين اعضاء المجلس ان هم يقفوا مع الزمالك في هذه المحنه، يكون هناك مخرج ويكون هناك توصل لحل لارسال اموال نادي الزمالك لحساباته او للمسؤولين عنه دلوقتي عشان نبتدي نطلع من عنق الزجاجه ونعدي منها على خير، وان شاء الله الزمالك قادر ويعدي من كل كبواته زي ما عدى من ازمات وازمات كتيره الفتره الماضيه. اخيرا بشكر ضيوف اللي شرفوني ونوروني النهارده في الاستوديو، استاذ علي بركه شرفتني نورتني. اهلا بحضرتك استاذ ذهاب الفولي شرفتني نورتني. ربنا يخليك كريم ونلتقي على خير دايما ان شاء الله. ده كان كل ما لدينا النهارده في زملكاوي، خلصت حكايتنا النهارده لكن حكايه الزمالك لم ولن تنتهي، بكره فريق عمل جديد من زملكاوي، تصبحوا على الف خير.